مساء الخير على حضراتكم، مساء الأعياد، مساء الانتصارات. النهاردة الحقيقة يوم مهم الحقيقة في تاريخ مصر. النهاردة يوم عيد الرجالة، يوم عيد الشرطة المصرية اللي ضربت أروع الأمثلة في الفداء وفي التضحية. بنتكلم على معركة بمعنى الكلمة غير متكافئة، كانت من 68 سنة دارت رحاها على أرض بقعة عزيزة وغالية علينا، هي محافظة الإسماعيلية، تحديدا يوم الجمعة 25 يناير سنة 52. الرجالة المصريين، الضباط والجنود، ضباط البوليس المصري زي ما كانوا بيتسموا في التوقيت ده، كان اسمهم في التوقيت ده، بسلاحهم القديم الخفيف قدروا ان هم يشتبكوا في معركة غير متكافئة وغير متوازنة مع قوات الاحتلال البريطاني اللي طبعا كانت موجودة في منطقة القناة واسماعيلية على وجه الخصوص. 80,000 ضابط ومجند بريطاني بالدبابات زي ما حضراتكم شايفين، بالمدافع، بالرشاشات، بالأليات، كل ده أمام سلاح خفيف وذخيرة محدودة من أبطالنا اللي كانوا موجودين وقتها في اسم البوليس في محافظة الإسماعيلية اللي تحول بعد كده إلى مبنى المحافظة وإلى مديرية الأمن وما إلى ذلك. ولكن قدروا بسلاحهم الخفيف إن هم يصمدوا على أرضهم عشان ما يسيبوش شبر من أرضهم إلا على زي ما بيقولوا كده على جثتنا، إن إحنا نترك المهمة ولا نترك السلاح حتى نذوق الموت. ده الحقيقة مثال ونموذج حي ضربوه أبطالنا في معركة إسماعيلية من 68 سنة يوم الجمعة 25 يناير سنة 52، قدام الصرف وقدام العتاد الإنجليزي وقدام قصف المبنى اللي هم كانوا متمسكين به اسم البوليس في إسماعيلية، وتحت القصف اشتبكوا. نتج عن ده استشهاد، الأعداد بتتراوح الحقيقة من 50 ل 56 شهيد ما بين ضابط ومجند، وإصابة 80 بطل، في حين وقعوا من قوات الاحتلال 13 قتيل و12 جريح. لما حضرتك تيجي تقيس الأرقام ده وتحط في الحسبان نوع السلاح اللي كان كل طرف كان مزود بيه، تقول أكيد الناس دي عملت إعجاز، أكيد الناس دي اللي دفعت عن أرضها ودفعت عن كرامتها ودفعت عن نقطة البوليس بتاعتهم بصدور عارية. الناس دول كانوا أبطال، ما فكروش وما خافوش وما هبوش الموت على الإطلاق. عشان كده كان اليوم ده هيفضل خالد ومخلد في أذهاننا جميعا، إن هو عيد الرجالة، عيد رجال الشرطة المصرية اللي ضربوا أروع مثال في الفداء وفي الوطنية. الامر تخيلوا حضراتكم اللي خلى بعد المعركة الحامية اللي انتوا شفتوا صورها دي واللي استخدمت فيها قوات الاحتلال البريطاني الدبابات والمدرعات والقذائف المدفعية، خلت البريجادير اكسهام اللي كان بيقود القوات البريطانية وفي محاصرة اسم شرطة اسماعيلية وقتها، ان هو يبدي اعجابه بهذا الاستبسال وهذه البطولة بشرف للضباط والجنود المصريين. بعد ما انتهت المعركة ونفذت الذخيرة من أبطالنا، ما كان من إكسهام إلا أنه هو يأمر ضباطه وجنوده اللي كانوا بيحصروا وبيضربوا مبنى البوليس واسم الشرطة واسم البوليس في إسماعيلية، إلا أن هم يقفوا صفين زي المشهد اللي حضراتكم كده بتشوفوه في الدوري الاسباني مثلا عشان فريق، ولا في اي فريق كوره عالمي عشان الفريق التاني يطلع او يخرج له ممر الشرف، يقفوا ممر الشرف ويأدوا الضباط والجنود الانجليز بامر من قائدهم الانجليزي اكسهام، يأدوا التحيه العسكريه للضباط المصريين والجنود المصريين اللي ظلوا على قيد الحياه بعد هذه المعركه. وقال الحقيقه جمله شهيره جدا لازم ان احنا نذكرها في هذا الموقف. قال ايه اكسام؟ قال: لقد قاتل رجال الشرطه المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فان من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنود. حدث مهم، حدث لازم ان احنا نذكره ونحكيه لاولادنا عشان يفتخروا بانفسهم ويفتخروا بالرجاله اللي ما زالت كانت وما زالت حتى هذه اللحظه بتدفع حياتها ثمن لبقاء هذا البلد حيا امنا مستقرا، وعشان نقدر نعيش في امان احنا واسرنا. خلونا مع بعض نشوف هذا التقرير ونرجع تاني بعد هذا التقرير نكمل كلامنا في هذا الحدث الهام. في
في 25 من يناير من كل عام تحتفل مصر بذكرى العزة والكرامة، ذكرى عيد الشرطة المصرية، والتي يسجل رجالها أسماءهم بحروف من نور في كتب التاريخ. هذه الذكرى تخلد شهداء موقعة الإسماعيلية التي دارت روحها عام 1952 بين البوليس المصري وقوات الاحتلال الإنجليزي، بعدما حاصرت قسم شرطة الإسماعيلية ومبنى المحافظة، وطالبت الأبطال المصريين المحاصرين داخل القسم بالاستسلام وتسليم أسلحتهم والرحيل عن المنطقة. قوة بريطانية قوامها 7000 جندي مزودين بأقوى الأسلحة ومدعومة بالدبابات والعربات المصفحة، بينما كان الجنود المصريين المحاصرين لا يزيد عددهم عن 800 فرد ولا يحملون سوى البنادق. ودارت معركة ضارية ضرب فيها رجال البوليس المصري البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء، فواجهوا قنابل ومدافع الإنجليز بأرواحهم الطاهرة، ولم يستطع الإنجليز أن يتقدموا خطوة واحدة بتسليحهم الهائل إلا بعد سقوط 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة هم كل قوة القسم. لوحة شرف لأبطال ضحوا بأرواحهم فداء للوطن في ملحمة خالدة تتذكرها الأجيال رغم مرور 68 عاما عليها. ويكون 25 من يناير إجازة رسمية للعاملين بالحكومة والقطاع العام بعدما تم إقراره في فبراير من عام 2009. من مصر، طارق أحمد. النهاردة كمان الذكرى 9 لثورة 25 يناير. الناس خرجت وقتها في 25 يناير 2011 عشان تطالب بعيش وحرية وكرامة إنسانية أو عدالة اجتماعية. كانت مطالب بتراها مشروعة في وقت من الأوقات كان لابد من هذا الحراك لتصحيح مسار الدولة أو الحياة من وجهة نظر الحياة الكثيرين اللي نزلوا في 25 يناير. بعد 25 يناير 2011 حصل اللي حصل، وقفز من قفز على الثورة، واختطفها من اختطفها، وفي اللي وجهها في مسارات أخرى، لدرجة ان الكل دفع الثمن. واللي كان الكاسب او الرابح وقتها من هذا الامر هو الجماعة الإرهابية، جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية اللي اختطفت الثورة وأذاحت الشباب اطلاقا، او الميدان اختطفته كله وازاحت بعد كده كل من في الميدان لصالح توجهات الاخوان المسلمين الارهابية. كمان بالمناسبة برضو احنا ان شاء الله يكون لينا وقفة النهاردة مع فيلم قطب، الفيلم اللي انتجته وحدة الافلام الوثائقية بقناتنا الزميلة والشقيقة دي ام سي. هنلتقي معاهم عشان كل الاحداث، خدوا بال حضراتكم، كلها متربطة ببعضها. يعني في الوقت اللي كان فيه في سنة 52 ناس بتدافع عن بلدها وشرف بلدها، كان في ناس بتخون، كان في ناس بتطعن البلد في ظهرها، زي سيد قطب اللي احنا اكيد حضراتكم شفتوا الفيلم وتابعتوه. النهاردة بعد شوية هنحلل الفيلم مع صناعه احمد الدريني وشريف سعيد، هنفهم ازاي الناس دي خانت والناس دي بتخون، وازاي المشهد ده بيتكرر تاني من الخمسينات وحتى اتكرر في 2011 و12 و13. وما زال الدم اللي بدأ وحمام الدم واستحلال دماء الابرياء، النهج اللي زرعه سيد قطب لسه حتى الان لسه بنعاني منه، ولسه من الجيش ومن الشرطة ومن المدنيين الابرياء زينا لسه بندفع ثمن هذا الدم وهذا استحلال الدماء اللي كان بدأ، وهذه البذرة الشيطانية اللي زرعها سيد قطب من حوالي 60 سنة لسه حتى الان بندفع ثمنها، لسه حتى الان بيسقط شهداء ابطال وابرار من الجيش ومن الشرطة ومن المدنيين نتيجة لهذا العنف اللي اتزرع. واحد من هؤلاء الحقيقة اللي بنذكره بكل تقدير وفخر واعتزاز هو الرائد الشهيد ماجد عبد الرازق. شهيد ماجد عبد الرازق كان معاه المباحث اسمه شرطة النزهة، اللي استشهد وهو بيأدي عمله، نازل متوكل على الله ونزل عشان يأدي شغله، فما كان من عربية بتقل مجموعة من الإرهابيين يفتحوا النار عليه ويستشهد، يستشهد هذا البطل اللي الحقيقة قصته الحقيقة هي ملهمة للجميع. رحمة الله عليه الشهيد ماجد عبد الرازق، متزوج من سيدة فاضلة ولديه بنت صغيرة، ربنا يا رب يحميها ويبارك فيها، وفي نفس الوقت حماه
هو الشهيد العميد وائل طاحون، واحد برضو من الرموز. فسبحان الله، يعني بندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرحم الجميع، يرحم الشهيد وائل طاحون والشهيد ماجد عبد الرازق، ويصبر الزوجة الكريم اللي هي في نفس الوقت هي ابنة شهيد وزوجة شهيد، ويصبر كمان والدة البطل الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق السيدة حمدية أبو العنين. سيدة حمدية مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، و يعني بنوجه لحضرتك والاسره الكريمه كل التحيه الحقيقه في هذه الذكرى. لولا تضحيات الرائد الشهيد ماجد ربما ما كناش كتير ممكن النهارده قاعدين في بيوتهم امنين، فاحنا بنبارك لحضرتك هذه المرتبه وهذه الشهاده لنجل حضرتك. الله يبارك في حضرتك، هو عند ربنا ان شاء الله في مرتبه عاليه جدا، وبنفخر ان هو شهيد، وربنا يا رب يكرمه ان شاء الله باعلى عليين في الفردوس الاعلى باذن الله. ارجوك قربينا اكتر من شخصيه الشهيد ماجد عبد الرازق، يعني اخر حاجه تقريبا كان كاتبها على الفيسبوك هذا الدعاء: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. تقريبا دي كانت اخر كلماته، وربما دي بتدل على اشياء كتير في شخصيته، ارجوكي اطلعينا عليها اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحمه ماجد كان إنسان خلوق، إنسان كان حافظ كتاب الله، كان يعني دايما في حتة الإنسانية دي عالية جدا، كان متميز في كل شيء، كان يعني متميز خلقا ودينا وإنسانية، كان مش بيتعامل كزي ما بنسمع بقى بنقول ظابط والكلام ده كله. الظابط إنسان قبل ما يكون أي حاجة تاني. ماجد كان له أدوار مختلفة لأن موقعه خدمي، فليه يعني مواقف مختلفة مع ناس كتير، والناس كلها عارفاه سواء خدم في اسم عين شمس أو في الاتحادية أو في اسم النزهة، فهو ليه مواقف متعددة مع ناس كتير، والمواقف دي عرفناها أكتر لما استشهد، بقت الناس تكتب في الجرايد وعلى الفيسبوك، وكانت الجنازة بتاعته بصراحة جنازة مهيبة، واللي صلى عليه كتير والعزة كتير، ده دليل على حب الناس ليه. فيعني الله يرحمه كان إنسان خلوق محبوب، وكان دايما في خدمة الناس كلها سواء اللي يعرفه واللي ما يعرفهوش. لو عندك مشكلة ماجد مش هيسيبك غير لما يحل المشكلة، لازم تتحل سواء كانت من أي نوع بقى، سواء كانت نوع مثلا سرقة، سواء كان كذا، ما يقعدش لما يجيب مثلا واحد ليلة ما استشهد جايب لابتوب الواحد شاف كان في تاكسي متثبت من واحد، كل ده عمله، جاب واحد من بيته جابه من هناك، وكان اللي بياخد اللابتوب دوت كتب تاني يوم ان هو خد بنته، قال له انت روح اعمل اجراءات استلام اللابتوب، وخلى البنت معاه في قلب المكتب. رجع باباها لقى ماجد جايب لها حاجات حلوه وكده، وهو في نفس الوقت ما عادش مع بنته اللي كان عندها 10 ايام لما استشهد، الله يرحمه، شاف بنته اليومين الاولانيين في الولاده ومره تانيه وبس. كان عنده شغله، يعني هو ماجد مخلص وعنده ضمير، وحضرتك حط خط تحت كلمه صحيح مخلص صحيح وضمير وما يترتب عليها من تصرفات. يعني سبحان الله، يعني الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنه في عليين ان شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، واسفين لو كنا اثقلنا على حضرتك، ولكن واجب علينا ان احنا يعني نشكر حضرتك ونتذكر السيره الطيبه لشهيدنا شهيد الواجب الرائد ماجد عبد الرازق رحمه الله عليه. شكرا جزيلا والده الشهيد السيده حمديه ابو العنين، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. نرجع للواجب، الواجب اللي بيأديه رجالنا في الشرطة المصرية من سنة 52 25 يناير 52 وحتى الآن، ده بيأتي بالمساعدة والمساندة والمؤازرة من الناس العادية من المدنيين. لو رجعنا حتى في التاريخ هنلاقي ان كان واحد من الاسباب برضو اللي كانت ليها عامل في
اللي حصل في إسماعيلية سنة 52 هو دور الفدائيين والدور اللي كان بيقوم به الفدائيين إلى جانب الشرطة في صد هذا العدوان وفي إجبار العدوان والاحتلال الإنجليزي عن الجلاء عن أرضنا. واحد الحقيقة من المواقع اللي كان ليها دور هي ورشة لتصنيع القنابل اللي كان بيستخدمها الفدائيين. ورشة عم عباس دي حاجة كده معروفة في إسماعيلية، كان ليها دور كبير الحقيقة في مسألة المقاومة، وكان ليها برضو تواجد في معركة الإسماعيلية. تعالوا نشوف. لا حاجة لكثير من الكلام حتى يقول أحدهم للآخر: لن نساوم الغريب على أرضنا. بين البندقية والبندقية رمز البطولة بلحمة المدني مع رجال الشرطة لتسطر كيف هو الفداء. شزام حكايته بدأت بالنضال والصمود والنصر، لا يهم من العدو، المهم أن يبقى الوطن. سكينه التي قتلت العديد من الجنود الإنجليز وقنبلة تزين أوسمته لتختصر ذاكرة النضال ضد المحتل. سموه شزام عشان كان بينط من فوق الشجر العالي على الإنجليز. يوم 25 يناير شزام كان جايب جوه الاسم صدفة البحتة، مش حاجة مترتبة يعني، لأنه كان متربي يتيم وقاعد بيبات في معظم البيوت شوية، متربي وسط أهالي المدينة وبتاع، وكان بات جوه الاسم بالصدفة. قامت اتحصر الاسم، اتحصر حاجة، فاتحصر معاهم جوه، بقى جوه المنطقة معاهم. والدي شزام كان من المدربين يعني اللي كانوا بيتدربوا بيدرب زمايله على حاجات يعني على أسلحة وحاجات كده، وكان كان تقريبا شبه خبير في الأسلحة يعني هو ما بيعرفش يقرا ويكتب، لكنه يقدر بيفهم في كل الأسلحة وبيفككها وبيركبها وحاجات كده يعني. التاريخ يحكي، الصورة توثق بأن الإسماعيلية بشوارعها وبيوتها كانت عناوين على ملحمة الشرطة والشعب معا منذ 68 عام. ورشة عباس التي يبلغ عمرها ما يتخطى 70 عاما كانت مقرا لصنع أسلحة للفدائيين وملتقى لهم ومقرا لانطلاق عملياتهم. كانت بتستخدم الورشة دي بغير طبعا الحاجات المخصصة ليها، كان في صنع القنابل وفي صنع الأسلحة وفي صيانة الأسلحة، ومن على أساسها خرجت القنبلة اللي هي اتعملت سنة 25 1952 اللي اتحطت في عربية البرتقال اللي كانت موجودة عند كوبري سالة، اللي على أساسها بدأت شرارة الثورة اللي حصلت في إسماعيلية والحصار اللي حصل من بعد تفجير القنبلة دي. الإسماعيلية طول عمرهم بيموتوا على الأرض وعلى تراب الأرض، والفدائية دي في حاجة في دمنا كإسماعيلوية، حاجة في دمنا جدا. ما نقدرش نشوف بلدنا محتلة أو أرضنا محتلة وطبعا نقعد ساكتين. شزام وعباس فدائيان أعلناها بالصوت العالي: لن ننحني أبدا. فعند تتبع خيوط بطولاتهما مع رجال الشرطة ستعرف حينها عند سؤالك ما الوطن. الوطن ليس سؤالا تجيب عنه وتمضي، إنه حياتك وقضيتك معا. من مصر، محمد عبد العال، الإسماعيلية. نروح لتقرير إخباري بأهم أحداث اليوم ونرجع تاني مع حضراتكم. لسه عندنا وقفات مهمة جدا النهاردة، بعد الفاصل هنتكلم على فيلم قطب والإخوان وسيد قطب وإزاي انتهجوا، ده كان بداية لاستحلال دماء الأبرياء وهذا النهج الشيطاني اللي زرعته جماعة الإخوان وتحديدا سيد قطب، اللي من خلاله لو امتد الخط هنصل إلى ما نعانيه ويعانيه العالم من شرور ومن إرهاب، كل ده كان منبعه سيد قطب. هنرجع بالموضوع ده موضوع مهم جدا، وبعده الحقيقة هيكون عندنا فقرة تانية مع فضيلة الدكتور علي جمعة، هنتكلم بقى
في حاجة تانية. شوف بقى الناس اللي بتفكر في القتل والدم تحت مسمى الدين يعني، وده زيف والدين منهم براء. هنتكلم على محور تاني خالص، هو الأنس بالله، ازاي نصل الى المرحلة المطمئنة في التعامل، ازاي نتعامل مع ديننا، نتعامل مع وطننا، نتعامل مع انفسنا، نتعامل مع مجتمعنا بكله، نراعي فيه ربنا. وده المبدأ للأسف اللي هذه الجماعات الإرهابية لا تنظر اليه ولا تضع له اي وجود في قاموسهم الارهابي وقاموسهم الغاشم. الحقيقه نروح للتقرير الاخباري ونرجع بعد التقرير الاخباري نشوف وقفاتنا، خليكم معنا. اعلن المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان عدد المستحقين للتعويضات من اهالي النوبه الذين تضرروا من تعليه خزان اسوان وانشاء السد العالي يصل الى 11500 مستحق. تم صرف تعويضات ل 6171 مستحقا. أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تخصيص 2 مليار جنيه لتنفيذ الخطة العاجلة لرصف الطرق الداخلية بالمحافظات وفقا لأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة. تبدأ وزارة الإسكان تسليم 456 وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر و288 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط للفائزين بها، وذلك يوم الأحد الموافق 16 من فبراير المقبل. اتفقت وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز التعاون من أجل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومن المنتظر زيادة المشروعات التي تسعى إلى تشجيع توظيف المرأة في قطاع الزراعة وتشجيع العمل اللائق للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. أعلنت 13 دولة حول العالم عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، وبذلك يصل الفيروس الجديد إلى 4 قارات هي آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، فيما أعلنت الصين تعليق الرحلات الجوية داخل البلاد وإلى خارجها، وذلك بعد وصول عدد الوفيات من الفيروس الجديد إلى 41 شخصا وإصابة 1287 حالة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري غدا الأحد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع شبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق. معرض القاهرة الدولي للكتاب بيواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي، إقبال متزايد وناجح جدا وكبير جدا من جمهور ورواد معرض الكتاب. المعرض بيستمر لحد 4 فبراير في العديد من الأنشطة، مش بس الناس بتروح وتشتري كتاب أو تتصفح كتاب، ولكن كمان أنشطة ثقافية كتير جدا موجودة في نواحي وأشكال كتير جدا من الثقافة، حالة من الرواج زي ما حضراتكم شايفين، وحالة من الإقبال على معرض الكتاب رصدناها لحضراتكم في التقرير التالي ورسالة معرض القاهرة الدولي للكتاب. إقبال كبير من مختلف الفئات العمرية على الكرنفال السنوي لثاني أكبر المعارض في العالم، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51، والذي يفتح أبوابه أمام الجمهور من 10 صباحا وحتى 7 مساء. المعرض يحتوي هذا العام على 808 أجنحة عرض، فضلا عن العديد من الأنشطة الثقافية المختلفة التي سنتعرف عليها بالداخل سويا، فهيا بنا. يحتفي المعرض هذا العام بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي من خلال اختيار دولة السنغال كضيف شرف المعرض، وتحديد محور مصر إفريقيا ثقافة التنوع عنوانا للفعاليات التي يناقشها المعرض، فضلا عن اختيار المفكر الجغرافي الراحل جمال حمدان ليكون شخصية المعرض هذا العام. نحن فخورون باختيار السنغال كضيف شرف المعرض هذا العام، وهو ما يدل على توطيد العلاقة بين مصر والسنغال. مسرورون جدا بتواجدنا في مصر، وأتمنى أن تتكرر.
الصين موجودة كجزء من ثقافة التنوع دي. الصين بقت دولة مؤثرة في العالم، بتنشر ثقافتها في كل مكان في العالم. دي أكبر مشاركة للصين في أي معرض عربي من خلال معبد صيني متكامل. حالة من الرواج يشهدها المعرض هذا العام، فضيوف المعرض أجمعوا على التنظيم الجيد وتنوع المنتج الثقافي. كما يضم المعرض أيضا أكثر من 3000 فعالية ثقافية وفنية متنوعة. فرصة ما تتعوضش، بتيجي في السنة مرة، ندوات في مختلف المجالات، ندوات سياسية واقتصادية، بيجي أحسن كتاب وأحسن ناشرين وكلنا بنستفيد منه. تنظيم رائع جدا جدا، وممكن تحصل على أي كتب من أي دولة أنت عاوزها، يعني الصين، تايلاند، كل الدول أنا لفيت فيها في المعرض لقيت فعلا حاجات متنوعة في الأدب وفي الفنون. المعرض يشهد هذا العام حضورا قويا لسوري الأزبكية بعد غيابه العام الماضي بمشاركة 41 مكتبة، بما يتماشى مع المحددات التي أقرتها إدارة المعرض والمتمثلة في عدم الإضرار بصناعة النشر والكتاب وحقوق المبدعين. أنا مبسوط جدا بعودة سوري الأزبكية، ده في إسراء جدا لكتب قديمة وكتب محترمة جدا للتاريخ والتراث المصري، وده كمان أنا شايف الشباب يزوروا سوري الأزبكية ومعرض الكتاب لأن ده بيتناسب مع إمكانيات الشباب المصري، وبنحمس الشباب أن يزوروا معرض الكتاب بتاع بلدهم. بنسعد الناس بالكتب المتنوعة، ما عندناش كتاب شكل التاني، كلها كتب مختلفة وكتب في جميع المجالات سواء طبية، هندسية، أدب إنجليزي، للغات، قواميس. والأسعار طبعا بتبدأ من 5 جنيه والله عندنا يعني. عيد للثقافة المصرية يأتي كل عام ليحتفي به المثقفون من كل مكان، ليروي ظمأهم للقراءة ويشبع رغبتهم في المعرفة، ليظل معرض القاهرة الدولي للكتاب منارة مضيئة للثقافة العربية. محمد خالد من مصر. شكرا جزيلا يا محمد يعني على هذا التقرير. و يعني هقول لحضراتكم حاجة، يعني مش بعيد شوية عن معرض الكتاب، ولكن الصورة اللي حضراتكم شفتوها وياريت الزملاء تاني يرجعوا لنا كده بيها، صورة الناس وهي داخلة معرض الكتاب، هتلاقوا الأسرة المصرية اللي خارجة، الأب والأم والأطفال خارجين عشان يستمتعوا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب النهاردة. النهاردة إيه يا جماعة؟ تاريخ ده متصور النهاردة. النهاردة إيه في الشهر؟ النهاردة 25 يناير. يعني الناس دي اللي قدام حضراتكم، الولاد والبنات والأطفال اللي حضراتكم شايفينهم دول، خارجين آمنين مطمئنين، خارجين كلهم ثقة في بلدهم، خارجين كلهم ثقة إن في بلد آمنة وبلد مستقرة، خارجين عارفين إن البلد فيها أمن وأمان واستقرار، مش خايفين إن هيطلع مظاهرة على كوبري أكتوبر تقطع الطريق ولا تقطع الدائري ولا تقطع المحور، خارجين وعارفين ان البلد امنه، ان البلد مطمئنه، ان في حاله من الهدوء في البلد، ان محاولات الحشد اللي بقالها، واحنا وحضراتكم عارفين احنا بنعمل في برنامجنا هنا بنعمل فقره يوميه او شبه يوميه عن السوشيال ميديا وتحليل المضمون السوشيال ميديا، وبنبقى مركزين خصوصا على الجماعات الارهابيه ومركزين خصوصا على الحسابات الوهمية واللجان الإلكترونية اللي بيطلقها جماعة الإخوان الإرهابية وعملائها وسمصرة ومقاولين الانفار زي ما بنسميهم كده على تويتر، اللي بيحشدوا سواء كانت حسابات وهمية أو بيحشدوا المجاذيب والدراويش بتوعهم على السوشيال ميديا ويحاولوا ان هم ينفخوا في النار، يحاولوا يخوفوا الناس. بينا لحضراتكم من حوالي اسبوعين تقريبا حساب من الحسابات دي، الراجل اللي اسمه جمال ده اللي موجود في قطر، وهو بيحاول ان هو يسخن الدنيا قبل 25 يناير ويخوف الناس، ونشر فيديو ازاي انك انت تعد الملطوف وترميه، ازاي انك انت تضرب بالسكينة، واعتقد الفيديو ده او التويتة دي والفيديو اللي كان موجود فيها اكيد جزء مش قليل من حضراتكم شاف الحلقه دي، كانت من اسبوعين تقريبا، واحنا كنا مصرين ان احنا نذيع ده، مفيش مشكله خالص نذيع اللي هم بيقولوه، احنا ما بنعمل لهمش دعايه ولا حاجه، احنا بنقول لحضراتكم شوفوا الناس دي بتفكر ازاي، شوفوا الناس دي بتفكر ازاي، شوفوا الناس دي بتخطط لايه. كان ممكن حد يقول
ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هو انتوا بتخوفوا الناس؟ لا، احنا ما كناش بنخوف الناس، وكان جوانا ثقة وإيمان كبير جدا 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 في وعي الناس، وفي الوعي اللي أصبح موجود عندنا إن المطب والحفرة اللي احنا وقعنا فيها من 10 سنين أو من 2012 كمان، نقرة الإخوان وما إخوان والثورة والميليشيات الإلكترونية واللجان اللي موجودة على الفيسبوك، إن تاني مش هيضحك علينا. أصبح عندنا وعي، قدرنا نميز ونفهم ده بيكتب ده ليه وده مين وده مين اللي وراه. بقى في وعي موجود عند الناس، وده الدور الحقيقة اللي الإعلام قدر ان هو يقوم بيه في الفترة اللي فاتت. جزء كبير احنا وغيرنا من زمايلنا قدرنا ان احنا نشتغل على الجزء ده. قدرت الدولة المصرية مرة تانية والإعلام المصري مرة تانية ان هو ينجح في هذا الدور الحقيقة. يعني انا كنت واحد من الناس، وبكلم حضراتكم بقى بره سكريبت وبره اي حاجة، انا كنت واحد من الناس الغيور على مهنتي، كانوا بيقولوا الإعلام فشل، مش قادرين نقف، مش قادرين نجابه، مش قادرين نوضح. القنوات القطرية والقنوات التركية والقنوات اللي بتاخد بالمليارات عشان تشن حملة إرهابية علينا، وإحنا كإعلام مصري مش عارفين نرد. لا، احنا عارفين نرد. قدرت الدولة المصرية اعلاميا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا وعلى كل المحاور انها تثبت انها دولة قوية، انها دولة امنة، تقدر ان هي تتواصل مع شعبها، تقدر ان هي تتكلم بمنتهى الشفافية بمنتهى الحياد، مهما كان الخصم، مهما كانت اموال الخصم، مهما كانت المليارات اللي بتنفق على القنوات القطرية والقنوات اللي بتطلع الاخوان اللي بيطلعوا من تركيا، مهما كان حجم التمويل اللي بيطلع من ناس زي محمد علي وخلافه. حركوا، شفتوا التسريبات خلال الايام القليلة اللي فاتت على حجم الاموال اللي انفقت على محمد علي المدعو، محمد علي المقاول الفاشل، الكومبارس التافه اللي كانت الناس في سبتمبر كانت متوقعة ان دي حالة وان كذا وان احنا مش قادرين نواجه. يجب الحقيقة على الكل النهاردة ان هو يعترف الحقيقة بصواب المسار اللي الدولة ككل كانت ماشية فيه، واحنا كإعلام قدرنا نمشي فيه، ولازم يعترف بنجاح منظومة الإعلام مرة تانية انها تقف قدام هؤلاء الخصوم اللي بيدفعوا بالمليارات عشان يحاولوا يهزوا الثقة الموجودة ما بين المواطن، ما بيني انا كمواطن. ما بتكلمش حتى على حضرتك لو مش عايز، انا بتكلم على نفسي انا كمواطن والملايين من المصريين. الثقة الموجودة كل واحد فينا تجاه نفسه، ثقة في نفسه ان انا كمواطن كمصري، الثقة في دولته، الثقة في مؤسساته. النهاردة بقى بعد الانجاز ده الحمد لله، لو اليوم عدى على خير وشفتوا صور معرض الكتاب، نقدر الحقيقة ان احنا نقول احنا كنا على صواب، ما كانش فيه اي خوف، وكان فيه ثقة وكان فيه ايمان ويقين بالله ان الدولة المصرية على صواب. وانا هقول لحضراتكم مثال، والله ده حصل معايا امبارح. انا ساكن في عمارة فيها راجل سعودي مستثمر بيشتغل في العاصمة الادارية، من أسرة عريقة في مجال العقارات في المملكة العربية السعودية. الراجل بيقول لي يا اخي والله العظيم وحياة اولادي ده حصل، بيقول لي هيشهد التاريخ، ان التاريخ سيذكر السادات وعبد الفتاح السيسي. والله ده لفظه، ممكن اجيبه معايا بكره يقول الكلام ده لحضراتكم. التاريخ سيذكر السادات وعبد الفتاح السيسي ان هم عملوا لمصر وان هم بنوا في مصر. بيقول لي الشغل في العاصمه الاداريه وفي غيرها حاجه تانية خالص. حتى والله نهى كلمته معاه طالعين في الاسانسير بعد صلاه الجمعه، بيقول يا اخي يكفي، شوف ما شاء الله اللي حاصل في الدولار، شوف ازاي الجنيه اتحسن خلال الفتره اللي فاتت. النهارده بنتكلم الدولار 15 جنيه و80 قرش، 15 حاجة 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 كده، بعد ما كانوا بيراهنوا ان هو يبقى فين، يبقى فوق العشرين والخمسة وعشرين والتلاتين. لقطة كمان مهمة النهاردة، الهربان الفاشل المدعو محمد علي اللي كان عمال بيسخن الشهير بالكومبارس الفاشل، النهاردة بيعترف بالألم اللي خده على وشه. النهاردة لسه طالع من شوية، طالع بفيديو بيولول وبيعيط وبيعترف ان هو انا ماليش دعوة، عارف الشيطان هو الشيطان، انا ما قلتلكش، انا ما عملتش، انا كان في تحدي وانا قلتلكو وانا قلت للدولة وقلت، بيقول قلت لعبد الفتاح السيسي الفيصل ما بينه وما بينك الشعب. النهاردة بيقر وبيعترف بفشله، كل الحشد اللي هو عمله والمليارات اللي اتدفعت والملايين اللي خدها والمليارات اللي اتدفعت في القنوات الإخوانية والقنوات القطرية، النهاردة جت على فشوش والألم سمع على صداغه. تعالوا نشوف. خلاص
خلاص دخلت الألف. مساء الخير على أهلي وناسي شعب مصر العظيم. النهارده طبعا كان يوم بالنسبه لي فيصل، كان يوم بالنسبه ليا وللناس اللي بتحبني. هنبدا اول حاجه. الناس بتقول يا محمد ليه انت عندك ياس؟ اولا مفيش حاجه اسمها ياس، انا عندي مثل بيقول، مثل بلدي بتاعنا بيقول قطنه احسن من نحته. خلاص انا ظهرت لكم فساده وشفت هو بيعمل ايه وبيعتقل الناس ازاي من بنات وشباب. اكيد مفيش حاجه بعد كده تاني ان احنا نوضحها، واي كلام هطلع اقوله هيبقى هزي على الفاضي، يعني مش هقعد اعمل لكم حلقات فساد او حلقات السيسي بيعمل ايه. خلاص دي مش شغلتي. حطيت يوم عشان ننهي فيه القصه دي وترجع كرامتنا لينا. وارد يكون رؤيتي غلط، وارد يكون وجهه نظري غلط، وانا قلت ده جه ما بيني وما بين السيسي. قلت لكم قلت له الفيصل ما بيننا ايه؟ الشعب. جات لي حاجات طبعا بتجيلي على الماسنجر، وحاجات بتجيلي من الناس والطقم اللي معانا، بنيجي ايه قديمه يقول لك ما حصلش اي حراك في الشارع. وانا كان نهايه الجيم اللي بيني وبين السيسي هو الحراك اللي في الشارع. إيه؟ الاغلبيه هي اللي هتحكم، وارد يكون كلامي غلط، وارد يكون وجهه نظره سليمه. لقيت حاجه وهي دي الضمانه اللي تديني الاجابه 100%. اهي فقاعد مستني. اظبط ساعتك واستنى الساعه 5. هي جت؟ طب هي فين؟ طب في انهي منطقه؟ طيب وقول لي بس، وريني لو سمحت كده، انا بدور اهو. وريني وركز لو سمحت، بدور على محمد علي والخونه. هم راحوا فين النهارده؟ انا بدور. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه لشعبنا في كل مكان، الشعب العظيم اللي ما يمشيش ولا هيمشي ورا خاين ابدا. باي باي خاين اللص الهربان. معرفش هو رجع من هولندا ولا في اسبانيا ولا فين، مش عارفين. انا قلت لكم ساعه الثوره اهم حاجه ان احنا نقف ونتظاهر جنب المنصات الاعلاميه بتاعتنا. ليه؟ عشان الرد هيجي لنا كده، ان الراجل ده كان هيقول ايه؟ ان البلد تحت اراده الشعب. الراجل النهارده بيشكر الشعب العظيم، مفيش اي حاجه نزلت لا مظاهره، وزي ما انتم شايفين قاعد بيدور عليا بعدسه، بيعمل بايده كده عشان يدور عليا انا فين ولا فين او فين ناس تطلع الكلام فيك. فانا بعتذر جدا جدا للشعب المصري. الاجابه النهارده ظهرت بانت، وارد جدا اكون غلطان. في ناس كانت مؤمنه بقضيتي اتحبست، النهارده سمعت ان خرج منهم حوالي 3000 وكسور معتقل. اكيد انا كنتش الذنب ان هم اتحبسوا، ولكن اجتهدت على قد ما قدرت ان انا احاول اطلعهم من المعتقل. انتوا شايفين البلد ادارتها صح. احنا عندنا دلوقتي اجابتين، واحد ده موافقه من الشعب المصري ان هو موافق على النظام ده، بسبب ان الراجل ده بيحتل لسه المنصه الاعلاميه ديت، وهو المتحدث الرسمي عن الشعب المصري وشكر الشعب المصري، وده قدام عينينا واحنا قلنا هنتفق مع بعض اي حاجه صوت وصوره. اتنين، وده مبرر انا ما احبش اسمعه، ان الشعب خايف والشعب عنده سنه خوف وخايف ينزل، والخوف اعظم بكتير من الحاجه اللي قلتها الاولانيه ان انتوا تكونوا موافقين. يعني يا ريتكم تكونوا موافقين اكتر من ان انتوا تكونوا خايفين، ان الخوف ايه هيوصلنا لايه؟ الايام ودول، وانتوا هتشوفوا البلد وصلت لفين. وارد يكون وجهه نظرنا غلط، وارد يكون تكونوا صح. اهم حاجه لكل التيم اللي اشتغل معايا، لكل التيم اللي اشتغلنا فيه مع بعض، كنا بنحاول نوصل وجهه نظرنا، وارد يكون احنا غلط، وارد يكون انتوا صح. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان انتوا تبقوا راضيين ومبسوطين. بحب مصر وبحب شعب مصر. والنهارده ان شاء الله الساعه 12 بالليل انا هقفل الصفحه بتاعتي ديت، عشان الصفحه دي اللي جمعتني بيا وبيكم، عشان حب مصر وعشان الخوف على مصر. حتى لو انا غلط والصفحه الجديده اللي هفتحها هرجع تاني لشغلي
في البيزنس، هرجع تاني لشغلي في التمثيل، ومش هتكلم تاني في موضوع السياسة أو في الوطن، انتوا أدرى بمصلحتكم، أنا خلاص جات النهاردة الإجابة. أشكركم جدا وآسف لو أنا شغلتكم الفترة اللي فاتت دي، وأحبكم في الله. مساء السعادة. بنحبنا في الله إيه؟ مساء السعادة إيه؟ ده أنت على وشك غضب ربنا، ده القافة معلم على وشك، ده أنت القلم اللي خدته لسه معلم على صداغك. هو انت فاكر انت عملته ده انك انت يعني خلاص انك انت عملت اللي عليك وانك انت كنت بتاع ده؟ انت كنت المسيح الدجال. يعني انت في النهايه انت خدت القلم وانت شربت القلم انت واللي وراك. والنهارده الفيديو ده اللي بينهي فيه مسيرته السودة اللي عملها من شهر 9 وحتى الان، ده اعتراف بالفشل ليه وكل اللي وراه. يكفي لو حضراتكم احنا زعنا الفيديو زي ما بيقولوا كده بعبله، زعنا الفيديو بعبله، ما راجعناش في حاجه، احنا الفيديو زعناه بعبله كده لحضراتكم عشان المصداقيه زي ما حضراتكم شفتوه. ده يعني هقف بس مع كلمه قالها، بيقول الطقم اللي معانا التيم، طقم مين وتيم مين؟ هو انت مش طالع لوحدك بطولك؟ هو انت حد شغال معاك؟ الراجل بيعترف دلوقتي ان هو معاه طقم، والطقم بيجي لهم حاجات من مصر على الماسنجر، ان ما حصلش حاجه في الشارع، وان دي كانت الفيصل ما بينه وما بين الدوله المصريه، وان هو بالتالي فشل، وان هو مش شغلانته ان هو يطلع يتكلم ويطلع فيديوهات، وان هو كده خلاص الموضوع خلص، وان اللي حصل ده هو موافقه من الشعب المصري، وهو والتيم الاني تيم؟ التيم ده اللي شغالين معاه بتوع الجزيره وبتوع قطر وبتوع المخابرات التركيه والمخابرات القطريه، هو ده التيم اللي هو بيتكلم عليه، هو ده التيم اللي بيقول لهم انا طالع لايف، خلاص طلعت لايف دلوقتي، هو ده التيم. بيقول ده نهايه الجيم، كان بيراهن وبيراهنوا ان نجاح او كان يكلل نجاحهم والفلوس المليارات اللي صرفوها والملايين اللي هو خدها، ان يكلل نجاحهم بان الناس النهارده تلقط الطعم وتنزل الشارع في 25 يناير. ولكن النهارده بيقول وبيعترف زي ما بيقولوا كده، بيرمي الفوطه خلاص، بيقول خلاص انتهت، ان نهايه الجيم اللي كان ما بيننا، انا خلاص انا هعتزل، وان اللي جالنا من الشارع ان ما حصلش حاجه في الشارع. ده الحقيقه اكبر لطمه واكبر الم بياخده كل اعداء مصر. ما بتكلمش على الدوله، لا بتكلم على مؤسسه رئاسه، لا بتكلم على حكومه، ولا بتكلم على مؤسسات رسميه، انا بتكلم كل كاره وكل حاقد للشعب المصري. وبيقول اللي يم بينا وهنشوف وايه اللي يحصل. انا والله 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 تاني كمان مره وبكلم حضراتكم صدقا، واكيد الكلام ده مش ممكن يكون معد او مكتوب بسكريبت، والله المحادثه اللي دارت ما بيني ده والكلام اللي ما بيني وما بين جاري ده الراجل السعودي المحترم، يعني ده راجل مقاول، مقاول، ده الفرق ما بين مقاول مقاول. بيقول لي معلش انا غريب، بتقول لا ده انت ده انت ده انت واحد مننا، بيقول لها بس برضه معلش انا غريب ودي شهاده والله بقولها لك، يعني راجل مقاول شريف ايا كانت جنسيته وهو مصري الهوى، وما بين واحد هربان، واحد خاين، واحد عميل، وبيعترف في النهايه بعملته. يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى برضه بيمدهم في طغيانهم يعمهون، ويطلع ويقول بلسانه ولسانه يذل بالكلمه، ويقول لك ايه؟ يقول لك الطقم اللي معانا انا طقم، ويقول لك كلمة التيم. يعني واضح يا جماعة ان الموضوع كان مخطط وكان مدبر حقيقي. وطبعا بيذكر الاستاذ احمد موسى ان هو بيدور عليه وبتاع، ما هو لازم ندور، لازم نشوف هو ايه الموضوع. ولكن كان الرد اللي بدأنا بيه من معرض الكتاب قدام حضراتكم، الناس مش في بالها، الناس النهاردة الحمد لله قدرت وفاهمة وشافت واتخلق عندها الوعي. ده الدور اللي احنا ان شاء الله بنعت حضراتكم بيه كاعلام مصري، ان احنا يكون دي يوميا مع حضراتكم مصارحه مكاشفه، تتحط الحقيقه قدام حضراتكم، يكون في ثقه، الصح هنقوله، الغلط هنعرضه على حضراتكم، وانتوا ليكم دايما الحكم. مفيش اي شيء ممكن يقطع ما بين الاعلام وما بين حضراتكم. ده الحقيقه لطمه لكل من اتهم الاعلام المصري من شهر 9 حتى الان ان هو مقصر او ان هو فشل. ولكن اللي حصل النهارده ده كان لتراكم الوعي وخلق الوعي اللي اصبح عند الناس، عشان تقدر انها تميز ما بين الغث والثمين، يقدر يبين ما بين الحق والباطل. فالحقيقه ربنا يا رب يديم على بلدنا نعمه الامن والامان. وكده بح بح محمد علي، القنبله دي، البالونه الفاضيه دي فست، طلعت النهاردة على فشوش، ودي كانت نهايتها وما قالها إلى مزبلة التاريخ.
بعد الفاصل نستقبل زملائنا الاعزاء ونتكلم عن حاجه مهمه جدا زي ما قلت لحضراتكم من شويه، هي فيلم قطب، الفيلم الوثائقي اللي انتجته وحده الافلام الوثائقيه في العزيزه والزميله دي ام سي، عشان نفهم ونربط الاحداث ببعضها، اللي نفذوه في الخمسينات وما قبل الخمسينات من دم واغتيال وتكريس لمنهج الدم وشرعنة منهج الدم افكا وزورا والصاقه بالدين. النهارده ما زال العالم كله بيواجه تبعاته وبيدفع ثمنه. هذا العمل المحترم الحقيقه في الجزء الاول والجزء الثاني ان شاء الله هيكون يوم الاربعاء تقريبا، ده بيكرس الوعي وبيبين الحقائق قدام حضراتكم، عشان الناس اللي كانت ثقافتها سمعيه بالودن كده او عابر كده عن سيد قطب يقدر يعرف مين سيد قطب، والشخصيه دي كانت عامله ازاي وشكلها عامله ازاي، والمرض اللي كان عنده ربنا يعافينا جميعا كان عامل ازاي. خليكم معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره اخرى. في المقدمه اتكلمت مع حضراتكم عن اننا هنستضيف النهارده صناع فيلم قطب، اللي بيحكي القصه والمسيره وراء هذا الرجل سيد قطب، اللي هو اصبح المؤصل واصبح هو الينبوع اللي خرجت منه للاسف كل الافكار الشاذه وكل الافكار الارهابيه والتكفيريه اللي بتعتمد عليها وللاسف ستعتمد عليها الجماعات التكفيريه على مدى العصور، فعلي وذرها ووذر من سياتي حتى بعد هذه الجماعات، ويتحمل هو مسؤوليه الدم الذي تمت اراقته وربما وللأسف الشديد سيراق في أي بقعة في العالم نتيجة هذه الأفكار الشريرة. أهمية هذا الفيلم أنه بيستدعي مرة أخرى إلى الأذهان قضية مهمة جدا، هي قضية الخوارج. هذه القضية التي ابتلي بها الإسلام منذ العقود الأولى ربما، عن طريق هذه الشخصية اللي هو عبد الرحمن بن ملجم، اللي فجأة تحول من انه هو تابع لعبد الله بن مسعود وحفظ على ايده القرآن في اليمن وراح المدينة، لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن حتى تم إفاده مع الجيش العربي القادم الى مصر لكي يعلمهم القرآن الكريم. كيف ان هذا الشخص اللي كان ملتزم بالقرآن الكريم ويعيش ويحيا وينام ويستيقظ بالقرآن الكريم تحول الى من؟ تحول الى قاتل. وأي قاتل؟ وأي قاتل؟ لأنه قتل مين؟ كان هو المتسبب في مقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نتيجة لهذه الأفكار التكفيرية والانغلاق الذي عاشه والتحول والاضطراب في شخصيته. أنا طولت في المقدمة أنا عارف، بس حبيت أن أنا يعني أبدأ بهذه الفكرة، أن فكرة الخوارج فكرة للأسف لا تموت، وكانت في عبد الرحمن بن ملجم من أكثر من 1400 سنة، وها هي الآن في عصرنا الحديث نأتي بالخوارج الجدد، وأبرز من يمثلهم هذا سيد قطب. اسمحوا لي أرحب بصناع هذا الفيلم الوثائقي الهام جدا، هذه الوثيقة التي يجب أن نقرأها ونشاهدها أكثر من مرة لكي نعرف الخبايا والكواليس التي أدت بهذه الجماعة إلى أن تصبح على هذا الشكل من الدموية. أرحب بي أولا، هم أصدقائي وزملائي الأعزاء أو زميلي العزيزين بالأحرى يعني. برحب بصديقي الكاتب الصحفي المتميز الأستاذ أحمد الدريني، مدير وحدة الأفلام الوثائقية بالشقيقة دي ام سي. اهلا وسهلا يا احمد. اهلا وسهلا بيك يا عمر، والف مبروك وتسلم ايدك. الله يبارك فيك. تسلم يا رب، ربنا يخليك. وارحب برضو بشقيق العمر وصاحب الضرب يعني المخرج الاستاذ شريف سعيد، اللي بتربطني ايضا بعلاقه وطيده جدا، وشريف هو المدير التنفيذي لوحده الافلام الوثائقيه في دي ام سي. يا شريف احسنت واحمد احسن، ربنا يخليك. والحقيقه يعني قدمتوا شيء رائع، فانا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك، مبسوط ان انا معاك ومبسوط ان انا موجوده في الشقيقه سي بي سي. ده شرف لي. شرف لي. شكرا جزيلا يا شريف. أبدأ مع أحمد. الفكرة يا أحمد أو الباعث وراء إن وحدة الأفلام الوثائقية، وكان ليها مجموعة قبل كده من الأعمال الحقيقة زي عبد الرحمن السندي والدور برضو اللي كان بيمثله في هذه الحقبة التاريخية، ودور جماعة الإخوان الإرهابية في الدم، وأطلقتم عليه أمير الدم. الباعث وراء إنتاج هذا العمل اللي أعرف إنه أخذ منكم أكثر من 15 شهر كان إيه؟ هو احنا من البداية اول ما انشأنا الوحدة انا وشريف كان عندنا واحد من ضمن العناوين العريضة اللي شغالين عليها، هي مسألة تفكيك الاسلام السياسي، تفكيك المفاهيم، تفكيك الظاهرة، تفكيك الاشخاص، تفنيد المرجعية،
كل حاجة. يعني أنت عندك عبد الرحمن السندي اللي هو القائد الأول، قائد للجهاز السري للإخوان المسلمين أو للتنظيم الخاص، لما تيجي تتأمل تجربته هي اللي هتلاقيها النهاردة حسم كتائب العقاب الثوري، كتائب حلوان، انبعاثات متشابهة ومتطابقة تماما. إحنا الشخصيات اللي بنختارها هي الشخصيات اللي كان لها تأثير مفصلي في تاريخ تيارات الإسلام السياسي أو جماعات الإرهاب الإسلامي. فعبد الرحمن السندي فكرة الميليشيا دي، الميليشيا أو الميليشيا دينية في مصر في القرن العشرين، وهي اللي بعد كده طلع تأثرا بيها كل الحاجات اللي بعد كده. ميليشيا عبد الرحمن السندي كانت بتنفذ اغتيالات، بتنفذ تفجيرات، لكنها كانت مرتبطة بظروف سياسية، كان ممكن تعتبرها فعل، رد فعل، ممكن تصنفها زي ما تصنفها. لكن سيد قطب هو المرحلة اللي ادت للعمل المسلح، للتفجير، للتخريب، للتدمير، للاغتيال، إطار فكري سلاش فقهي. هو اللي أسس ودى سردية كبرى أو مروية كبرى للإسلام السياسي يتحرك على ضوءها، استدعاء مفاهيم دار الحرب ودار السلم والفسطاطين، فسطاط الإيمان وفسطاط الكفر، القول بالتكفير، القول بانقطاع الدين عن الوجود، القول بأن الحكومة جاهلية والحكم جاهلي وأن المسلمين جاهليين، حاجة كده سردية كبرى مطولة أي حد هيقراها مش شرط يتأثر بيها كلها، لو تأثر بجزء منها هتبص تلاقيه راح، يكفي ان هو يتحول الى ارهابي وقاتل. يعني ارهابي وقاتل، يعني بمعنى ان هو فتح باب الدم بناء على الارضيه السياسيه، فتح باب كل جحيم ممكن تتصوره. اي حد خرج من بعد سيد قطب هو متأثر بسيد قطب، جهاد، جماعه اسلاميه، تكفير، قاعده، داعش، اي حد هتبص تلاقي جذوره حتى في اشاراتهم في كتبهم ومذكراتهم وادبيات وكلاسيكيات هذه التنظيمات كلها بترجع لسيد قطب، ما لم يكن بالشخص والإشارة المباشرة فبالفكرة. طبعا أنا عارف أن أنتوا تعرضتوا لأكثر من 23,922 وثيقة، مش كده شريف؟ صحيح، رقم صح؟ صحيح. طيب تمام. أحمد، أنت كنت المسؤول عن المراجعة، قد إيه كان العمل مضني ومجهد؟ وأيضا عايز أزود، كان أمين في التعامل؟ هو ال 23,922 ورقة تعرضت يوم أنا وشريف بالتبادل بنسب وتناسب مختلفة على مدار العمل. التعامل عشان يكون امين كان رقم واحد، انت قضيه فات عليها حوالي 65 سنه. صحيح. طيب الورق اللي في ايدينا دوت كامل ولا مش كامل؟ التحقيقات دي تحقيقات المباحث الجنائيه العسكريه، تحقيقات المباحث العامه، استجوابات نيابه امن الدوله العليا. انت بتقارن الثلاث مسارات ببعض عشان تشوف الظروف التي قيل فيها هذا الكلام. وبتلاقي المتهم الواحد مستجوب وقال اقواله ثم كتبها بخط ايده. طيب كنا بنيجي على اللي كتبوا مذكراتهم من اعضاء تنظيم سيد قطب، اللي هو علي عشماوي واحمد عبد المجيد عبد السميع وزينب الغزالي. كتبت علي عشماوي واحمد عبد المجيد عبد السميع اللي قالوه في مذكراتهم هو صوره طبق الاصل من اللي موجود في التحقيقات. احمد عبد المجيد عبد السميع توفي 2012، كتب مذكراته في 2006. هذه المذكرات صوره طبق الاصل من حيث الهيكل العام والتفاصيل اللي اتقال في التحقيقات. كويس، يعني دي هذه الشهاده وشاهد شاهد من اهلها. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. مفيش قيادي من قيادات جماعه الاخوان المسلمين كتب مذكراته وترجع لها الا وتلاقيها كارثيه. وتلاقي فيها شتم في بعضهم البعض وصراع مع بعضهم البعض واثبات لكل النقائص وكل المصائب اللي هم بيتنصلوا منها. لدرجه ان انت مع الوقت بتحتار هو سرديه الطهر والجمال والنقاء اللي هم بيصدروها عن نفسهم لقواعدهم وافرادهم جايبينها منين؟ لما انتم كلكم في مذكراتكم شاتمين بعض بالظبط، ولما انتم كلكم في مذكراتكم بتقروا بكل الجرائم اللي اتهمتم بها تاريخيا. صحيح. طيب اتحول لشريف. شريف، عشان تعمل الفيلم وثائقي زي ده انا عارف ان بتحتاج انك تعالج مجموعه من الجوانب. انا شفت والساده المشاهدين شافوا الفيلم لما اتعرض برضه هنا على سي بي سي الشقيقه سي بي سي اكسترا، لقينا ان في اكتر من جانب للمعالجه، في الجانب التاريخي، في الجانب التوثيقي من خلال بعض الاشخاص اللي كانوا قريبين زي الاستاذ كمال حبيب. بنعالج البعد السياسي، بنعالج البعد حتى النفسي لهذه الشخصيه. ازاي حاولت طبعا انت شريف بالتعاون مع اخونا احمد انك تطلع الصوره متكامله عن هذه الشخصيه وبرضه في اطار من تحري المعلومه الدقيقه والامانه المعلوماتيه؟ بص، هو انت دايما لما ابتدينا رقم واحد احنا جبنا الارشيف، الارشيف ده كان مهم جدا، الارشيف خصوصا الارشيف الصحفي. بعد كده رجعنا للمذكرات و و و في نقطه مفصليه كانت في الموضوع ده كله، اليوم اللي وصل فيه ورق التحقيق. نقدر نقول ان اليوم اللي وصل فيه ورق التحقيق اللي مسكناه فيه بايدينا كده ده كان نقطه مفصليه بتاع 65 بتاع تنظيم 65. دي كانت نقطه مفصليه تماما. لان ليه بقى؟
اديتك تفاصيل سواء هتخدم على السكريبت وعلى الحكايه، بترمم مسائل طول الوقت غامضه جدا غامضه جدا، لان في تفاصيل مش هتلاقيها غير في التحقيق وفي السين وجيم وفي محاضر تحريات المباحث. صحيح. سواء كانت من وزاره الداخليه او شرطه عسكريه. كمان بتديك تفاصيل مهمه جدا تخدم على موضوع الصوره. يعني التحقيق كان مكانه فين؟ يعني كان في السجن الحربي؟ طيب كان صبح ولا ليل؟ كان داخلي ولا خارجي؟ كان الساعة كام؟ كل التفاصيل دي تبقى شديدة الأهمية، لأن ده بينعكس بناء عليها الترجمة البصرية. صحيح صحيح. شفنا صورة التحقيق، شكل الديكور بتاعها، الساعة، صورة الرئيس جمال عبد الناصر. بالظبط. والتفاصيل دي هتظهر أكتر في الجزء الثاني، لأن الجزء الثاني هو بقى أنت بتتعرض للفترة من بعد خروج سيد قطب بعفو صحي. صحيح. في 64. فهنا هتبقى مساحة التحقيقات سواء على المستوى البصري أو على حتى على مستوى المستند هيبقى المساحة أكبر كتير. شوقتنا في موضوع القناطر، يعني مسألة القناطر الخيرية دي مساحة مساحة حتى كانت مدهشة لينا، وإحنا يعني كمية دهشة واستغراب. وبالمناسبة ممكن أديك حاجة حصرية في أرجوك. ما كانوش كلهم متفقين على موضوع القناطر. ما كانوش كلهم متفقين على موضوع القناطر، بس مش هقدر اديك تفاصيل اكتر من كده. لا شوقتني اكتر. ما جبتنيش كده حاجه حصريه ولا حاجه، انت شوقتني اكتر. طيب اكتر المواقف اللي كانت صادمه. انا بالنسبه لي انا في جزء هعرضه ونشوفه مع حضراتكم والساده المشاهدين، ولكن حابب بس اعرف من اول من احمد ومن شريف ايه النقطه وانتوا بتسرشوا في 15 شهر على هذه الشخصيه اللي كانت معلومه جديده او فارقه بالنسبه لك يعني. هي مش معلومه فارقه، هي مسألة إني سألت ناس كتير جدا، ناس متعلمين ومثقفين وحاضرين في المشهد العام، بجي بقول لهم يا جماعة هو سيد قطب أعدم ليه؟ فيقول لك عشان أفكاره. محدش عارف أعدم ليه. كل الناس متصورة إن سيد قطب أعدم عشان أفكاره اللي قالها وكتاباته اللي قالها، بينما كتاباته اللي كتبها دي كلها كتبها جوه السجن وخرجت تحت سمع وبصر الدولة المصرية. وهو خرج بعدها من السجن بعفو صحي. إذا أفكاره لا علاقة لها على الإطلاق. سيد قطب أعدم لسبب جنائي بحت، لم يعدم لأجل أفكاره. في لماذا أعدموني الصفحة رقم واحد، سيد قطب بيقول وأنا عارف أن أنا اللي عملته ده بأي دستور من الدساتير وفي أي قانون من القوانين هياخدني للإعدام. القناطر دي نفسها بتفاصيلها ونسفها ده موضوع ضخم جدا. يعني أنا أقول لحضرتك على حاجة ضمن الجهود التي لم تكلل بالنجاح، إن إحنا رحنا لوزارة الري قلنا لهم يا جماعة إحنا عايزين مناسيب المية سنة 65 في التوقيت الفلاني وارتفاعها وانخفاضها، عايزين ريكونستراكت أو نعمل إعادة محاكاة لسيناريو نصف القناطر الخيرية لو تم بكمية المتفجرات اللي كانت عند التنظيم، والتنظيم كان فيه كيميائيين مهندسين في هيئة الطاقة الذرية، وكان فيه أفراد سبق لهم يعني الانتماء لمؤسسات بتستخدم السلاح في الدولة المصرية، فمدربين على حمل السلاح. فيا جماعة القناطر الخيرية في هذا الوقت بالاحداثيات اللي بنقولها لكم ديت لو اتفجرت هتغرق قد ايه من مساحه الدلتا؟ ما تمكناش او ما تمكنتش المصادر المعلوماتيه ان هي توفر لنا هذه المناسيب، ولكن المعلومه الصادمه اللي طلعوا بيها قالوا لنا يا جماعه في الوقت ده السد العالي ما كانش اتبنى، انتوا بتتكلموا في كارثه محققه. انت كان بتتكلم هيغرق الدلتا بالكامل. اباده جماعيه، ما فيش سد عالي اصلا، جريمه اباده جماعيه. يعني مصر كلها كانت بتعتمد على القناطر الخيريه من القاهره وفوق للقناطر الخيريه. فانت بتتكلم مش مجرد اغتيال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وخالد محي الدين وعلي صبري وشمس بدران، انت بتتكلم عن اغراق الدلتا. يعني في ناس ساده مشاهدين قاعدين بيتفرجوا على حضرتك دلوقتي، لو سيد قطب كان نسف القناطر الخيريه لم يكن ليكونوا على وجه الارض اصلا، وهو كره كامله كانت ستبات في الدلتا. عارف يا احمد التاريخ بيكرر بعضه، يعني نفس اللي انت بتتكلم فيه في الستينات في منتصف الستينات هو نفس الشيء اللي احنا واجهناه من اقل من 10 سنين اللي قابلناه مع التنظيم تماماً. الارهابي في برضه محاوله اباده الشعب المصري ان هو لا يتورعوا في قتل اي من كان داخل دار عباده، داخل كنيسه، داخل مسجد، داخل هو في الشارع. في نقطه مهمه مفسره للكلام ده كله، ان المساله القوميه مش موجوده في التكوين. يعني اباده المصريين، هو كلمه المصريين دي ملهاش نفس الوزن والاعتبار في دواخلهم، وده ظاهر جدا في الحياه. بالنسبه له زي الاغيار، يعني احنا كاخوان وهم. نفس التعبير اللي انت بدات بيه، مساله الخوارج والتاصيل للخوارج. لو جيت قارنت الافعال هتبص تلاقي باعثها النفسي وسمتها واحد جدا. يعني الاخوان مثلا لما طلعوا يوم في احد ايام رمضان التي تلت الازاحه بالازاحه الجماعه من الحكم
وقال لك احنا هنصلي التراويح على كوبري اكتوبر وسد الكوبري. هذا السمت يشابه تماما نفس الواقعه بتاعه الدخول واحده من قاده الخوارج زعيمات الخوارج التاريخيه اسمها غزاله الشيبانيه لما دخلت الكوفه. قالت والله انا هدخل الكوفه وهسد الطريق وسط المقاتلين. دخلت ب 200 مقاتل وقالت هصلي في مسجد الكوفه ايه بسوره البقره وايه بآل عمران وعمره ندر. ودخلت بطريقه مسلحه واجتاحت الكوفه وبهدلوا الكوفه وصلت. فخرج اهل الكوفه يقولوا وفت الغزاله نذرها يا رب لا تغفر لها. هو نفس السمت. هو نفس البيدن. انا هقف يعني هقف واقف طريق وصلي. نفس الشخصيه المنغلقه بتاعه ابن ملجم المضطربه بتاعه ابن ملجم هي نفس الشخصيه اللي شايفه نفسها بتاعتي. احسن من الاخرين بالزبط. احسن من الاغيار أحسن ليس من علينا في الاميله من حرج. هو نفس بعد 1400 سنه وياتي سيد قطب بنفس شخصيه الخوارج بتاعه عبد الرحمن بن ملجم ويكون سبب في مقتل الالاف حتى الان. طب اسمحوا لي هنشوف جزء دلوقتي مقطع من الفيلم حوالي دقيقتين ونرجع لان اهميه الحقيقه هذه الوثيقه مش بس ان احنا نتفرج ونعرف ايه اللي حصل حكايه او حدوته احمد وشريف بيحكوها لنا من مصادر موثوقه ولكن كمان عشان نفهم واقعها على الحاضر المعاش وربما على المستقبل ونفهم الناس دي فكرت ازاي والناس دي اتصرفت ازاي من 2010 او 2011 وحتى اليوم اللي احنا فيه. تعالوا نشوف الجزء ده. لكن من الواضح ان حسن الوضيبي عن طريق زينب الغزالي على وجه الخصوص كان يدعم هؤلاء الشباب وكان يعني ايه قال حتى ان المجموعات القديمه عملت ايه سيبوا هؤلاء الشباب يشتغلوا. كان من بين هؤلاء الشباب الذين باركهما الهضيبي اثنان انتقاهما عبد الفتاح اسماعيل للجماعة. الأول طالب بكلية طب جامعة عين شمس ليس له تاريخ سياسي مسجل قبل ضبطه. سكن العقار رقم 1 شارع عاطف بركات بمصر الجديدة. تعرف عليه عبد الفتاح اسماعيل بمسجد بجوار المنزل. نصحه بقراءة كتابات المودودي وقطب حتى انضم للجماعة. هذا الشاب صار فيما بعد واحدا من أشهر صقور الجماعة وأكثرها تطرفا، محمود عزت. الثاني معيد بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط ليس له تاريخ سياسي مسجل قبل ضبطه. جنده عبد الفتاح إسماعيل. آمن بجاهلية المجتمع وأن الحكم الجاهلي يطاع بالاضطرار فقط. هذا الشاب سيصبح فيما بعد المرشد العام للجماعة محمد بديع. طب مين يا جماعة تنظيم 65 ده؟ اه طبعا في شكري مصطفى اللي طلع جماعه المسلمين اللي هو بيقول لهم جماعه اسمها اللي هو اتسمت اعلاميا بجماعه التكفير والهجره. وتنظيم 65 ده خرج مين؟ بديع اللي هو كان مرشد ايام حكم الاخوان، محمود عزت اللي هو اهم واحد في التنظيم، وبعد سجن المرشد هو اللي يقود التنظيم اللي هو لانه كان نائب المرشد، منهم ابراهيم منير اللي هو في ظل اختفاء الاثنين بديع بالسجن ومحمود عزت بالاختفاء فبقى ابراهيم منير، كل دول اعضاء تنظيم 65. يعني تنظيم بالافكار دي هو في لحظه ما وصل لسلطه ان هو يدير دوله. موضوع خطير جدا ان اسمحوا لي في اللفظ او المصطلح اللي هستخدمه، العصابه اللي كانت بتحكم مصر في 2012 كانوا هم زي ما بيقولوا كده الصقور او صقور الصقور، تربيه الارهابي، تربيه الدم، تربيه سيد قطب، سواء بنتكلم على بديع، سواء بنتكلم على عزت، سواء بنتكلم على ابراهيم منير، يعني دي جزئيه مهمه جدا يا احمد وشريف انتوا حاطين يعني ايديكم عليها وربط موفق جدا يعني. هو اكتر حاجه كانت لفتتني في الورق بتاع محمد بديع والحته اللي هي ظهرت قدامنا من شويه الصبر عن ان الحكم الحالي سواء بقى مين الحاكم مش هو ده الموضوع، طالما انهم مش هم اللي بيحكموا فالحكم طالما مش هم يبقى الحكم جاهلي والحكم الجاهلي يطاع بالاضطرار فقط. اللفظه دي يعني شديده التعبير اهاوده اهاوده واشتغل من تحتيه وده بي بي بيرمي لك ضوء على كل مسيره الاخوان من بعدها. احنا يا جماعه ايه اللي هو شعبيا لابدين في الدره، احنا نفضل نتمسكن لغايه لما نتمكن، يطاع بالاضطرار فقط. لذلك لما نوصل بعد كده وده اللي هيبقى واضح جدا في لحظه 30 يونيو 2013 يا نحكمكم
يعني اقتلكوا يعني اقتلكوا. هي دي بتساوي يطاب الاضطرار فقط. فهو هو فعلا المقطع ده انا اشكركم عليه ان كنتوا فهمتونا. بديع وعزت ومنير القيادات الاخوانيه اللي كانت محركه المشهد ده كله خلفيتهم الفكريه ايه يا احمد؟ ده جزء مهم. خلينا اضيف لك شخصيه رابعه كانت في تنظيم 65. عندنا محمد بديع، محمود عزت، ابراهيم منير، مظبوط، ويوسف ندى. ويوسف ندى، يوسف ندى اللي هو العقليه الاقتصاديه المحركه لامر الجماعه اللي هو بيدور التنظيم الدولي. بالظبط، اللي بيدير التنظيم الدولي بيدير اقتصاديات الاخوان. ولاد مدرسه 65 سيد قطب. سيد قطب، النقطة اللي كنا بنتكلم فيها وشريف بيثيرها بتاعت حكم جاهلي وطعب الاضطرار فقط، دي إجابة بديعة. عزت هتلاقي ذهنه وتكوينه الحركي بادي من البداية خالص. هو وكيل النيابة، وكيل نيابة أمن الدولة العليا اللي حقق مع محمود عزت هو ممدوح البلتاجي، اسمه ممدوح البلتاجي رحمة الله على الجميع. كان بيتكلم معاه، فمحمود عزت بيقول له يعني خلاص، يعني لو ما فيش فرصة أنا أقدر أتعامل مع هذه الحكومة الجاهلية وما فيش فرصه ان انا اطيح بيها وازيحها، انا هكون افراد واخليهم متميزين جدا وادسهم في جنبات الدوله لحد ما في لحظه يقعدوا يكبروا واقدر اطبق الحكم اللي انا عايزه بالافراد المدسوسين جوه الدوله. نفس الفكره اللي حصلت بالظبط، او نفس المسار اللي حصل بالظبط في الوف 2012. فجاه لقيت ناس كتير جدا اخوان، فجاه ناس كتير في اماكن مختلفه اللي يطلع في اماكن كتير كده يعني. بالظبط، فهو الاثنين كان مسارات مختلفة كلها جوهرها وفكرتها هذا حكم جاهلون يطاعوا بالاضطرار، والأساس اللي عندهم من ده كلام سيد قطب. مين دول يا جماعة؟ دول الطاغوت. ايه ده الفكرة دي؟ اسمها الحاكمية. ايه هي الحاكمية؟ كلام ربنا بس اللي نطبقه ونطبق شرعه. طب شرعه ده اللي هو ايه؟ لا، ما انتم ما بتحكموش بالشرع يعني. واحنا بعد يعني الدكتور علي جمعة هيطلع مع حضرتك وسبق واشار في حوار مع حضرتك قبل كده ان فكرة ان التشريعات المصرية مستقاة من كود نابليون، كود نابليون اللي هو مستقاة من المذهب المالكي، اللي هو حتى هو عندهم جهل مركب بكل شيء، بسياق الوقت، بسياق الزمن، بسياق الفقه، بسياق كل شيء. انت هتلاقي جهل عندهم كلهم، مفيش تكوين متين، كلهم التحقوا لفتره وجيزه جدا يعني هما ما دخلوش الاخوان وبعد كده بقوا في التنظيم الخاص. يعني محمد بديع ومحمود عزت من كليه الطب البيطري او الطب البشري للتنظيم الخاص، مفيش فتره وسيطه، هو مره واحده ايوه يلا بقى نكسر ونغير. اللي هو الانتقال الفجائي زي بتاع سيد قطب كده، مش فساد فجائي، من الماسونيه، من بيكتب في الجريده الماسونيه فجاه ان هو يتحول الى هذا المتشدد المتعنت المنغلق القاتل او الذي يدعو للقتل. هو كان متطرف في اي مربع يعني، تكلم في بحر وميوهات هو رايح لابعد نقطه، تكلم في ماسونيه. ده انتوا جايبين دم الجرام من المقال بتاعه بتاع الميوهات ده، ينضم معلش تفكرني هو كان بيقول ايه؟ اطلقوها عاريه لاعبه، اطلقوا الشواطئ عاريه لاعبه. هو كان بيبحث في فلسفه ان المايوه مش مثير للشهوات او الغرائز بقدر ما هو دعوه للتدبر والتامل يعني ده اللي ده احنا عارضين ده على الشعار. عايز اقول الاشعار الخارجه اللي قالها، بس انا طبعا انا كنت محتاج اقرا المقال يعني، انتوا شوقتوني وشوقتوا الناس نجيبه لك بعد كده. طب الماسونيه كان بيقول ايه في الماسونيه؟ هو كان بيبرر يعني ايه لماذا حتى صور هو في المحفل الماسوني. لا دي مش دي، لا دي مش دي صوره لمحفل ماسوني. ما هو مش ما كانش في الصوره. لا هو ما كانش في الصوره. لا هو كان بيبرر دي يعني. ما عرض ده من لما ما اذكر يعني مجله التاج المصري. ايوه بيبرر هو ليه اصبح ماسوني، وان هو لولا الماسونيه دي فتحت امامه افاق وهو بيقول هو لم يكن لعرفها لو ما كانش. تعالى بيقول جمله ثقافيه جدا، قال الماسونيه بلسم لجراح الانسانيه. يا سلام، الماسونيه بلسم حتى لجراح الانسانيه. حتى لما انضم للمربع ثوره يوليو يعني كان هو بص طول الوقت في اي مكان هو فيه هو اولتراس. في اي مكان على اليسار، على اليمين دايما جدا، في اقصى نقطه في اليمين. طيب في جزئيه مهمه برضو واخيره يا احمد عايز اكلمك فيها، هي جزئيه ان هذه الشخصيه المهزوزه دايما ما هي اللي بيسهل استدراجها او اكتذابها الى معسكر الارهاب والتطرف. اذا هذا الشخص اللي حاول يحاكي العقاد ثم حاول يحاكي طه حسين، حاول انه يقلد تقليد صريح يعني، ثم بنجد انه بيحاول انه يتماشى مع الناصرية، ثم حاول يتقرب من حسن البنا ويتماشى مع فكر جماعة الاخوان رغم انه كان ابعد ما يكون
عن هذا الفكر، ازاي هذه الشخصية المهتزة من خلال دراستك وثقت انها بالتالي يسهل تجنيدها وتحولها الى هذا المربع المتطرف العنيف؟ هو رقم واحد هو ما ابداش اي اهتمام بالاخوان طول عمره وفي حياة حسن البنا، وهو ما دخلش الاخوان يبقى فرد. هو داخل للاخوان بصوا انا قائد، انا استاذ. ادي صورة المقال، انا اسف يا احمد. دي من لماذا صورته ماسونية؟ يعني المقال ده كان قبل 54 بقد ايه؟ كان سنة كام معلش؟ تفتكروا؟ مكتوب في الترويسة. طب ممكن حد يقول لنا كده من جوه يا جماعة؟ ده كان قبلها في الترويسة كده من فوق. هو ما دخلش الاخوان المسلمين بوصفه فرد. هو داخل لهم ان انا الاستاذ، انا جيت لكم. في ظرفين افرزوا الظاهره دي. الظرف رقم واحد حسن الهضيبي مرشد الجماعه اللي هو خافت البريق لابعد مدى، اللي هو بيتحدث كقاضي كلام مقتضب. يعني انت شخصيه حسن الهضيبي هي اللي ملهمه جدا في الخط ده. ليه؟ لان حسن الهضيبي طول الوقت تحس ان هو شايف نفسه رايح قدام نيابه وقدام محكمه، فبيقول كلام زي ما احنا بنقول مزفلط، يتقري من اليمين للشمال زي الشمال لليمين. 23 ابريل 1943 ابريل نيسان. ابريل نيسان 43 ابريل نيسان. يعني بنتكلم ان التطور من قمه الماسونيه الى الهرم الاخواني 49 لما كتب العداله الاجتماعيه في الاسلام. طيب الى اللي هو 5 سنين يعني تقريبا 5 6 سنين. يعني 5 6 سنين يخلقوا هذا الشيء عجيب. لا هقول لحضرتك على حاجه اضطراب عجيب. يعني هو في 52 53 هو مع مجلس قياده الثوره، الدفاعات والمقترحات اللي بيقدمها المجلس قيادة الثورة ولم يؤخذ بها هي نفسها اللي كان بيطبقها مع الإخوان المسلمين بعد كده في تنظيم 65. صحيح. يعني صحيح. ما نفعتش مع ده خدها لده. صحيح. فإحنا ظرف رقم واحد إن حسن الغضيبي كان خافت جدا والجماعة كانت محتاجة حد ليه بريق ياخدها، فجي كان سيد قطب هو الظرف الموضوعي دوت أفرز له الجزئية دي. والجزئية الثانية إن هو على كل الاهتزاز وعلى كل الاضطراب النفسي وعلى كل ما هو فيه هو كان قدير في مساحة ما. هو بيكتب كتابه مفعمه يعني مؤثره خلابه يعني تلخبطك. ما لم يكن عندك اساس عقلي متين، تكوين علمي متين عشان تقدر تفرز الكلام ده وتلاقيه ان هو مجرد بلاغه حلوه، مجرد فوم. لكن غلام شهي. لكن الشيطان بيكمن في التفاصيل بقى بالنسبه لي. هو الشيطان كان في كل حاجه. بنقولها لخير حسن الهضيبي اخف دم في ورق التحيات. حسن الهضيبي اخف دم. هو بيعهم كلهم. بيعهم كلهم. انا ما اعرفش، انا مش من هنا. احنا قد ايه متشوقين ان احنا نشوف الجزء الثاني، ولكن خلوني برضو اوجه التحيه للصوت المميز زميلنا العزيز وصديقنا الاستاذ احمد عتابي على الاداء الرائع والراقي جداً. اللي الحقيقه كمان كلل مجهودكم سواء في السكريبت والصوره، فلازم نشكر برضو زميلنا احمد عتابي على مجهودك. استاذنك برضو زي ما احنا بنستغل هذا الهوى لتوجيه النقد او اللوم والعتاب لكل اللي ما ساندوناش، بنشكر مركز الاهرام للميكروفيلم الاستاذه نهله حسام لان هي ساعدتنا كتير جدا جدا وقامت بدور محوري معانا. وفي ناس كتير في كل مؤسسه احتكينا بيها على مدار هذا الشغل من اوله لاخره، من اول مركز الدراسات القضائيه وصولا لمؤسسه دي ام سي اللي انتجت هذا الشغل. في كل مؤسسه زي ما في ناس كتير عرقلت الشغل ده ببيروقراطيه بعدم تفاهم، في ناس كتير سندت جدا جدا لهم جميعا الشكر، من ذكرنا منهم ومن لم نذكر. بنوجه صوتنا لصوتكم. بشكركم مره ثانيه صناع فيلم قطب وصناع العديد من الافلام الوثائقيه الناجحه. في انتظار الجزء الثاني قريبا ان شاء الله، وبرضه الاربع الجاي ان شاء الله. الاربع بالظبط كده. ان شاء الله، ويكون برضه ليه دور باذن الله في القاء الضوء على هذه المرحله المهمه الحقيقه من تاريخ مصر، عشان لو ما فهمناش الماضي اكيد مش هنفهم الحاضر او نستطيع الحقيقه ان احنا نستوعب ونقرا المستقبل. فبشكر صناع فيلم قطب جميعا، يعني ممثلين في زملائي الاعزاء الاستاذ شريف سعيد المدير التنفيذي لوحده الافلام الوثائقيه في دي ام سي. شكرا جزيلا يا شريف. شكرا لك. تسلم ايدك. كذلك مدير الوحده الاستاذ احمد الدريني الكاتب الصحفي والكاتب، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا احمد. تسلم ايدك جدا. وشكرا على النافذه والمساحه دي كلها. بالعكس احنا اللي بنشكركم. شكرا جزيلا. في انتظار الجزء الثاني الاسبوع القادم ان شاء الله. نخرج لفاصل سريع، وبعد الفاصل نستقبل فضيله الاستاذ الدكتور علي جمعه ونتكلم عن الأنس بالله. بعد الناس اللي بتتكلم في الدم والناس اللي بتدعو للدم والقتل، شوفوا بقى الكلام التاني، الأنس بالله بعد الفاصل. خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة كان المفترض في هذه الفقرة كنا مخصصين موضوع كنا هنتكلم فيه مع فضيلة الدكتور، ولكن امبارح بالليل وأنا من حظ السعيد يعني بتصفح الصفحة الرسمية لفضيلة الدكتور علي جمعة، لقيت الحقيقة بوست استوقفني جدا.
لانه عن موضوع شدني وكنت بفكر فيه وكنت عايز الاقي له مدخل وعايز الاقي له طريق عشان انعم بهذه النعمه. فلقيت البوست اللي كان منشور امبارح هتشوفوه امام حضراتكم دلوقتي وهنقراه مع بعض عن موضوع مهم هو الانس بالله. بيقول ايه البوست؟ نقراه كده مع بعض. من عرف ربه لم ينشغل بغيره، ذلك لانه من عرف عظمه الله سبحانه وتعالى وقدره وكماله لا يمكن ان يجد من هو خير منه لينشغل عنه به، ومهما انشغل رغم ارادته عنه يضيق ويستوحش حتى يرجع للانشغال بانس ربه، فهو الانس الحقيقي ويتحقق ذلك بكثره ذكره سبحانه وتعالى. فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، فمن ذاق حلاوه الانس بالله لا يلتذ بغيره، ومن داوم على ذكره وصل الى الانس بربه حتى ان انشغل ظاهره بغيره يظل قلبه مع الله دائما. من صفحة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على سلامتكم. أهلا وسهلا بفضلتك، أشكر جدا. الأنس بالله يا سيدنا كم هو جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الأنس بالله هو الذي يسبب طمأنينة القلب، وطمأنينة القلب يحصلها الإنسان بكثرة ذكر الله، ودله الله على ذلك فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله. وفي الحقيقة هي سوف تطمئن لأنها ستأنس بالله رب العالمين. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فربنا سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لا يريد له شريكا في قلب المؤمن، وقلب المؤمن بيت الله، فلا بد أن يكون حتى يشعر الإنسان بحلاوة الذكر وحلاوة الأنس وحلاوة الإيمان وحلاوة المعرفة، وحتى تنار بصيرته فيرى الحقائق ويكون مدركا لشأنه، عالما بزمانه، عابدا لربه، مزكيا لنفسه، معمرا لكونه، لا بد في كل ذلك من أن يخلي قلبه من الشريك، يعني قلبه كله لله سبحانه وتعالى فقط لا غير. وبقدر ما يدخل شريكا يشغل به جزءا من قلبه بقدر ما يفقد ضعف ما دخل. يعني يا مولانا القلب يكون في مساحة لله ومحبة الله سبحانه وتعالى أكثر من المال والعيال والشغل والمستقبل. لا، أنا عايز أقول أنه 100%، وأن تكون كل هذه الأشياء من خلال ومن نتاج هذه 100%. القلب يشغله الله 100%، بمعنى أن أنا أستحضر الله في شغلي وفي الرزق اللي أنا بسعى عليه وفي ولادي وفي أهلي، صح كده؟ نعم. أستحضره وأطلب منه وأثق فيه وأحبه وأرهبه مخافة المحب. ما هو في خوف للمحب كده طبعا، يعني عشان ما يزعلش مني، عشان ما يزعلش. فأحبه وأخاف منه مخافة المحب، الله، وأتعلق به كل التعلق. ثم بعد ذلك من خلال هذا يفيض الحب على أبنائي وعلى مالي وعلى حقوقي وعلى عمارة الدنيا وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى جيراني وعلى ضيوفي وعلى كل أحد، لكن من خلال الله. كأن الإنسان قد وضع على عينيه نظارة، هذه النظارة اسمها الله.
كأن هذه العينان كأن العينين عيني القلب، فوضع عليهم نظارة اسمها الله، فشافت كل شيء من خلال الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وده بيسموه الاستغراق. ولو أن هذا الاستغراق عطل الإنسان عن الدنيا سموه الوله والجذب، وهذه حالة نقص وليست حالة كمال. يعني إيه يا مولانا؟ أن يسيطر حب الله على القلب فيصل بي إلى إهمال الدنيا. اللي هو زي بيسموه المجذوب. المجذوب جذب إلى الله. لما جذب إلى الله لم يلتفت للدنيا ولم يبالي لها. هذا خير، لكن هناك ما هو أخير منه وأعلى منه، وهو أن يجمع بين الاثنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بيان ذلك يوضحه الإمام الغزالي وهو يتكلم عن أن القلب له بابان. القلب الإنساني الذي هو محل التجليات الربانية له بابان، باب على الخلق وباب على الحق سبحانه وتعالى. إذن ما دام هناك بابان للقلب، تخيل القلب كده قدامك وليه باب، باب فاتح على الخلق وباب فاتح على الحق، باب على الدنيا وما فيها وباب على ربنا سبحانه وتعالى، يبقى عندنا كم حالة؟ يبقى أربعة. أدام بابين يبقى عندنا أربعة. إزاي يعني إيه؟ يعني في حالة البابين مقفولين، ومعنى البابين مقفولين إنه لا هم دنيا ولا هم آخرة ولا هم ربنا ولا أي حاجة. البابين لما يتقفلوا بالشكل ده يبقى الإنسان فقد عقله، وهو ده شأن الأمراض العقلية التي تحيل بين الإنسان وبين الحياة. فلا هو مكلف ولا نطالبه بأنه يدرك ذكر ولا صلاة ولا التزام ولا حاجة، ولا هو أيضا يصلح لرعاية شؤون الدنيا وتطويرها وكذا. ليه البابين اتقفل؟ صحيح. يبقى مريض. صحيح. يبقى ده مش عادة الإنسان، مش الطبيعي بتاع البشر، إنما ممكن يوجد عند المرض اللي بنسميه احنا في لغتنا ولهجتنا بالمرض العقلي يتقفل البابين. في حالة تانية باب الخلق يتفتح وباب الحق يتقفل. يا ساتر بقى، واخد بالك؟ فده ما يعرفش الا الدنيا، ولا يعرف يقيس حاجة ولا يفهم حاجة إلا من خلال المصالح. وهذا الحال يسمى بحال الغافل، لأنه غفل عن ذكر الله. تنحية الله من الأمور بالشكل الحاد ده تجعل الإنسان عايش في جهنم، يزعل قوي لما أي حاجة بسيطة كده ما تتنفذ، يعظم كل مصيبة في نفسه، ويعظم أيضا كل فرح، فيمشي في الأرض مختالا، ما عندوش مبادئ، عنده مصالح بس، مش حاطط ربنا في حساباته خالص خالص نهاية شالت. لما ترفع الله من المنظومة الإنسانية يبقى حياته سودة. وعبر القرآن الكريم عن هذه الحالة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بيجي الراجل ده، الشخص ده، الإنسان ده، راجل ولا ست، ويشكو يقول يا أخوانا أنا تعبت، تعبت من الدنيا واللي فيها، ويقعد يسرد لك حاجات. هذا التعب نقول له طب ما تخرج منها، يقول مش قادر،
وبنفتكر قوله تعالى سبحان الله واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، مش قادر يطلع من جهنم. فتح باب الدنيا والخلق وقفل عامدا متعمدا باب الحق، باب الحق اللي بيبص على النور الالهي. ثم استمر على هذا حتى يعني غضب الله عليه، فحال ما بينه وبين فحال الله. بينه وبينه ما يقدرش غير قلبه هنا مولانا، طالما دخلت المشاء الالهيه في انه حال بينه وبين الله. نسال الله السلامه يا رب، ندعو ليه برضه ان هو ربنا يهديه ويفتح وكل حاجه، بس ده الحاله دلوقتي انه حال بينه وبين قلبه. عايز يغير مش عارف، شاعر بعذاب برضه مش عارف يخرج منه، شايف المخرج قدامه ومش عارف يخرج، وده بتركبه الشهوات ويدمن الشهوات مش قادر يبطل. يا اخينا ده في هلاكك، قال والله عارف بس مش قادر ابطل. هو انا كده مش هبقى مش مكلف؟ قلنا له لا انت مكلف، يعني الجأ الى الله. وساعات ننصحه بنصيحه عجيبه غريبه ان هو يكثر من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، لانها مقبوله من كل احد حتى من الحاله دي. فتلاقيه شويه كده وبعدين يقول مش عارف هصلي على النبي، مش قادر. لا اله الا الله. يبقى ده ايه؟ ربنا حل ما بينه وبين ده. ادي دي الحاله الثانيه الغافل. الحاله الثالثه ان باب الحق يتفتح وباب الخلق يتقفل. اهو ده اللي احنا بنقول عليه المجذوب. المجذوب لانه فتح باب دخلت فيه انوار فراحت سد باب الخلق، فلا يبالي بشأن الدنيا، مش شايفها وعايش بقى في انواره وكشف اسراره وملذاته، ملذات روحيه ضخمه جدا في الملكوت الالهي في النور الالهي بس. نعم. وهنا جزء ولكنه انقص من اجزاء الانس، يعني الشخص ده عنده انس لكن بالرغم انه عنده انس الا انه مش عنده الكمال. سبحان الله. ما انا كنت اعتقد ان كل الانس ان هو قافل باب الدنيا وفاتح بس باب الحق على الله. ده لسه بدري عليه. لسه بدري عليه. هو استشعر الانس بس هو قدم لذه نفسه، لان اللذه الروحيه دي لذه برضه طبعا على مراد الله فيه. مراد الله فيه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومراد الله فيه إني جاعلهم في الأرض خليفة، مراد الله فيه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمرها. مراد الله فيه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. مش إنك أنت تعيش في هذه الحالة الروحية السعيدة، ولكن هناك ما هو أعلى منها. ما هو الأعلى؟ إنه البابين يتفتحوا. عظيم. يبقى الانوار داخله في امانه الله، والباب الثاني مفتوح على الخلق، على الخلق، ففيه الرعايه والعنايه والعماره والاماره وكل حاجه انا بعملها بما يرضي الله، وبعمر الارض وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله. ده اللي ماشي بنور الله بقى، النور اللي جاي من باب الحق عشان يدخل على باب الخلق، على باب الخلق. ده اللي ماشي بنور الله. وبعدين تلاقي وشه منور اللي يعمل كده. وبعدين سيدنا بقى كان يحصل له ايه؟ عليه الصلاه والسلام. يعني من شده الانوار اللي داخله قلبه تيجي قافله الباب كده، رده كده اهو، واخد باب الخلق، هو واخد باله من نفسه، فالباب الخلق اتقفل. طب ده هو مكلف بالرساله صح، ومكلف بالحاجات دي كلها، فيستغفر الله. الله. شوف شوف شوف. الله. يستغفر الله. ومن ضعاف التفكير يقول لك يبقى اذنب اهو. لا ما اذنبش، ده الباب اتقفل من شده الانوار. فبدا يستغفر الله لان اغلاق هذا الباب انحطاط في هيئه الكمال. باب الناس، باب المفتوح على الناس اللي هم الناس لسه داخله دين جديد وعايزه والاعراب فلازم يفتحوا تاني. فيقعد له كده ايه، شوف لما تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قعدت قد ايه يعني؟
اربع ثواني خمس ثواني ام هو يتقفل كده وخمس ثواني ويجي مفتوح تاني. الله. لان النبي واخد باله من قلبه مع ربه، واخد قلبه من قلبه مع ربه. فاني لاستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني لو الحكاية دي الحصلة دي حصلت له 20 مرة في اليوم هو واخد باله منها، يستغفر 5 مرات كده هو 25%، 5 مرات يجي مفتوح تاني. الباب اللي على الخلق، على الناس، على الخلق. واخد بالك؟ اني لاستغفر الله 100 مرة. هو بداية الحديث انه لا يغان على قلبي. الغين شبيهة بالغيم كده اللي في السماء. تعرف الغيمة لما تيجي تخبي الشمس، صحيح، تضلل كده على تضلل الشمس كده وبعدين تمشي مزبوط. وتفك بقى الشمس، تفك تاني. إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله، واخد باله من نفسه، فأستغفر الله 100 مرة في اليوم. فأبو الحسن الشاذلي شيخ الطريقة فكر كده، قال يا ربي سيد الخلق بيغان على قلبه، تمدني ما بيغانش على قلبي. يبقى شكل غين هنا يختلف. هو فاكر إن باب الحق بيتقفل. ابو الحسن فاكر انه باب الحق هو اللي بيتقفل، فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيستغفر. بيستغفر فيفتحه تاني. مظبوط. فشاف سيدنا في المنام عليه الصلاه والسلام، قال له يا علي، ابو الحسن كان اسمه علي، يا علي غين انوار لا غين اغيار. الله 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 الله. غين الانوار اللي داخله كده، فبتقفل باب الخلق. مش غين الخلق الأغيار هو اللي بيقفل باب الانوار، اللي بتقفل باب الحق. باب الحق مفتوح على طول. يا سلام. ومن شدة الأنوار الداخلة، أنت بتسأل على الأنس، أهو القلب ده فيه أنس، ولكن أنس في كمال. الله. أنس في كمال. ليه؟ بابين مفتوحين. لأن بابين مفتوحين. طب إحنا يا مولانا بقى عفوا، إحنا مثلا هل حضرتك مثال، إحنا بنيجي ندخل في شهر رمضان وبينتهي شهر رمضان، بنلاقي باب الأنوار، باب الحق مفتوح، وشوية شوية باب الخلق بيتقفل، بنبقى مركزين مع العبادة والروحانيات، بنبقى حاسين بالأنس ده. شوية شوية الأنس ده بيقل، بيتفتح باب الناس على مصراعيه، على مصراعيه، والباب باب الحق بيبتدي شوية شوية يخف. الأنوار اللي داخله منه يترد شوية، يترد شوية. ازاي بقى نحاول واساسا حاجة بعد الفاصل بقى الإجابة، ان احنا دايما نخلي باب الحق دايما مفتوح، وبرضو باب الحق دايما او الخلق كمان يبقى برضو دايما مفتوح، وده طريق طويل عشان احنا الغلابة نحاول نوصل لهذه المرتبة اللي هي الانس بالله. خليكم معنا. نيجي بقى الدور علينا احنا الغلابة يا مولانا، اللي هو الجنب ده، نعمل ايه عشان نوصل لهذه المرتبة من الانس بالله واحنا باب الدنيا مفتوح، وخدنا وقصاط وعيال ومستقبل وشغل وتحديات ومشاكل، وبنحاول دايما يكون الباب الحق دايما مفتوح، لان هو ده لما الواحد بيبعد، زي ما حتى مكتوب في البوست عند حضرتك، الواحد بيحس بالاضطراب وبيحس بالوحشة وبيحس بالراحة لما بيرجع تاني لباب الحق والانس بالله. ازاي نقدر احنا في عصرنا ده وفي ظروفنا دي احنا نوصل دايما لهذه المرتبة ونكون دايما نأنس بالله سبحانه وتعالى؟ نعمل نكتب روجيت، يا ريت، وصفة، يا ريت. نمرة واحد، اللي أدركوا الأئمة الكبار وهم بيقروا السنة وبيقروا القرآن وحافظين وعاملين وبيتأملوا وعايشين الحكاية دي، وميجي الإمام البخاري يعمل لك حديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث مفتاح تدخل بيه للشريعة كلها اللي هو قاعد يكتبها. يبقى هنكتب نمرة واحد، إنما الأعمال بالنية، إحسان النية. نعم، إحسان النية. هو إيه الحكاية؟ ربنا فرض علينا فروض ضعيفة جدا، صلي، صوم، زكي، حج بس وخلاص، أدي الفروض. وحرم علينا حاجات ضعيفة يعني بسيطة يعني معدودة، ما تسرقش، ما تزنيش،
ما تقتلش، ما تكذبش، ما تشهدش شهادة الزور، الربا حرام، القتل حرام، مش عارف الايه السحر حرام، حاجات يعني ما يتنزه عنها الانسان العاقل. يبقى اذا انا عايز احافظ على الفرائض واحافظ على البعد عن المحرمات وركننا دي. طب وبقيت اعمالي اللي حضرتك بتقول الاولاد والعمل والاصدقاء والرائع والجاي والدنيا تلاهي مليانه ملاهي تركوها كماهي كلها مباح، نعمل ايه؟ بالنيه. يبقى احسان النيه بمعنى توجيه كل اللي احنا فيه ده لله. اجي اكتب لي كتاب اعمله لله، اسعى على رزق العيال اخليه لله، صح. تظهر انت في التلفزيون علشان تعمل لك برنامج تخليه لله، وتخليه لله ده فين؟ في قلبك، في عقلك. أرى ربنا في الكلمه اللي بقولها، في النيه اللي بقولها، في المعلومه اللي بقولها، تخلي اللي انت بتعمله ده لله. لله. يبقى اذا اول حاجه ايه؟ النيه. النيه. تاني حاجه تعال نشوف القران بيقول لي ايه. بيقول لي عباده غريبه عجيبه، لانها لا تحتاج لا الوقت ولا الجهد ولا الفلوس ولا المجهود بدني ولا المكان ولا اي حاجه، ما تحتاجش الحاجه. ايه هي دي؟ دي غريبه العباده دي. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر في اي وقت، في كل مكان، مع كل شخص، في اي حال من الاحوال، وانا نايم وانا قايم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل حال، ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يبقى الفكر، يبقى فهم نمرة ثلاثة بعد الذكر بقى اللي هو ربنا بيقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واللي بيقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واللي بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واللي بيقول فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واللي بيقول كله ذكر. نمرة ثلاثة الفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى أنا عندي النية وعندي الذكر وعندي الفكر. الفكر برنامج لو مشيت عليه تشعر بسعادة أضعاف ما تشعر بها في أي وقت آخر، أضعاف مضاعفة. ده الأنس يا مولانا، ده كده الأنس بالله. الذي يوصل إلى الأنس، الذي يوصل إلى الطريق الذي سننتهي به إلى الأنس بالله. يبقى إذن الخطة واضحة. النية، النية توجه المباح فتجعله مندوبا. الخطوات اللي من البيت بتاعك للاستوديو وهي مباح تحولت إلى كأنها مندوب وخدت عليها ثواب. يا سلام. واخد بالك؟ الخطأ الكلمة بتاعتك اللي هي انت بتكلمها كده لكن لا تلقي إليها بات، لكنها من 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 طيب الكلام ومن رضا الله يبنى لك بها قصر في الجنة. الإعادة بتاعتنا سيدنا في التوقيت بتاع بعد الفجر والستات قايمة عشان تعمل سندوتشات للولاد وبيسمعونا دلوقتي، وهي واقفة بتعمل سندوتشات وصاحي بدري في التلج ده عشان تعمل سندوتشات وصاحي جوزها وعيالها، نيتها نيتها على طول دلوقتي على طول، ما تقعدش تتأفف وتتبرم وتكذا إلى آخره. لا، أنت بتعملي حاجة هتدخلك الجنة، أنت بتعملي حاجة دلوقتي هتدخلك الجنة، خلي بالك. بس بإيه؟ بالنية. أنا عند ظن عبدي بي أنا بعذبك. أنت يا ستي اللي بتعملي كده لأولادك ربنا بيعذبك يعني بينتقم منها، ولا ربنا بيكرمك؟ ظنك ايه بالله؟ ظني ان هو بيكرمني وده حاجه حلوه قوي. يا سلام. توجه النيه لده، تشوف الدنيا لونها بامبي وانا جنبك وانت جنبي وهيبقى اغنيه. ده حاجه غريبه جدا، هتبقى الحياه اغنيه طبعا. لكن التانيه اللي شايفه ان اوف بقى
لا اوف خلاص ما هو ضيعتي ثوابك وبرضه عملتي السندوتشات بالظبط تاخد بالك لان قد يكون طبعها لا يسمح لها انها ما تعملش ايه العيال نفسهم لا يسمح لها انها ما تعملش مش عارف ايه ولكن شوف ده الحلاوه وده النكد. طب والله يا مولانا ده هيحل لنا مشاكل كتير يعني اللي جوزها متعبها ولا اللي مراته تعبان لما يعاملها لله اعتقد كده الحياه تهون يقول ده هو بيعامل ربنا فيها وهي بتعامل ربنا فيه دي المشكله اننا نصمم على غير النيات الصالحه سبحان نصمم. الله نعم ولكن نعم. بالنيات الصالحه ده بدايه الامر نمره اتنين يساعد النيه الصالحه دي بقى الذكر نمره ثلاثه يساعد الذكر ايه واستمراره الفكر طب وده هيؤدي الى ايه الى نمره اربعه اللي هو ايه ان نخلي قلبنا من القبيح ان نخلي قلبنا من نطرد منه كل قبيح من القلب كل قبيح الكبر والحسد والحقد والغل وعيني في حاجة اخويا والطمع وهكذا فده يؤدي بينا الى نمرة خامسة وان نحلي قلبنا بكل صحيح يبقى فيه التخلية ثم التحلية والتحلية فمن تخلى فتحلى عليه ربنا يتجلى ده كده بقى درة التاج بقى ادي بقى الانس يا سلام هنا كده الانس ده احنا عشان برضو حضراتكو احنا قلنا الاول النية النية لله الدواء الاول النية النية الدواء التاني الذكر الدواء التالت الفكر في خلق الله وفي شؤون الله حوالينا نتدبر صحيح الرابع التخلي التخلي انا نسيت انا هنا التخلي ثم التحلي بكل ما هو جميل ثم نمره سته ايه اللي يحصل بقى؟ ما فيش سته اللي يحصل بقى اللي يحصل بقى اللي يحصل التجلي الله 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 يبقى تخلى فتجلى فتحلى تخلى فتحلى عليه ربنا يتجلى يا رب يتجلى بايه بقى؟ بالنعم بالمنن بالهدوء النفسي بالرضا بالتسليم بالتوكل حاجات حلوة قوي حتى قال أهل الله والله لقد وصلنا إلى ما لو عرفه الملوك عندنا لقاتلونا عليه بالسيوف راحة البال اللي هي راحة البال اللي هي الطمأنينة اللي هي السعادة اللي هي جمال في جمال بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش بسم الله الرحمن المنتقم فإذا أنا عندي الروجيتا بتاعتنا اللي هو يسموها ساعات ورشة العمل خمسة خلاص كده النية صحيح وإحسانها صحيح الذكر بكما علمنا رسول الله وكما علمنا القرآن وكذا إلى آخره وفي الذكر هنا بقى أنا أقول لك حتة تانية سر آخر وهو أن الذكر أنواع منه القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني نحافظ على ورد كده يومي كده قدر المستطاع ينفع من جزء من الذكر منه الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ذكر ما هو أسماء الله الحسنى بنذكر بها صحيح ذكر منه الذكر المحض ده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر واستغفر الله وإنا لله وإنا إليه حسبنا الله ونعم الوكيل الصلاة على النبي عليه السلام كله ده ذكر فإذا النية فالذكر فالفكر الفكر في حتتين لما نتعمق فيه بقى كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور كتاب الله المسطور اللي هو القرآن كتاب الله المنظور اللي هو الكون اللي حوالينا علشان نشوف بديع خلق الله سبحانه وتعالى يعني اللي قاعد يا مولانا كده مثلا في الصيف كده وقاعد بقى في المصيف كده في الساحل ولا في شرم الشيخ ولا معرفش فين وقاعد في المصيف وقاعد بيفكر كده يشوف السماء ويشوف البحر ويشوف الطبيعة بالنية يخليها سبحان الله يخليها تفكر وهو قاعد على البحر كده على الشيزلونج بياخد حسنات ولا على الرملة بياخد حسنات على طول يا سبحانك يا رب وهكذا فإذا احنا مش عارفين نتعامل لا عايزين نتعامل وبعدين كل الحاجة يجي العيال الملاح ده يقول لك ايه يقول لك ده الكون ده فوضى طب ايه رايك ان انت لو تاملته تاملا بسيطا قوي طب تامل عادي كده سطحي هتلاقيه مش فوضى هتلاقيه محكم غايه في الاحكام
هو قال لي فوضى، عمره ما بص للسماء، عمره ما شاف النجوم، ما بصش لنفسه يا مولانا. يعني الواحد لما يبص على نفسه ده يفكر مع نفسه. سبحان الله، في في في, في, في الاعجاز اللي جوايا انا كبشر، نفس اللي طالع وخارج ده، لغايه ما الاطباء الفوا المجلدات. الطب محراب الايمان، اكيد الطب محراب، لان اللي يعرف تركيبه الانسان مالوش اللي انا يقول سبحان الله، اكيد سبحان، لكن الله. لو انك جمعت هذا بين مسافه الشمس مع الارض ومسافه القمر مع الارض وموجود البحار عامله ازاي ووجود الانهار والاشجار وحتى الاميبا في مستنقعات البرازيل، لا لا ده حاجه فوق ده. على طول بعد ما المعلومات دي كلها تترص كده تيجي تخر ساجدا، سبحان الله، تحس بالسجود. هو سجود ده ليه؟ بعض الاولاد وهم بيزوروا المراكز الاسلاميه في امريكا فيدخلوا فيلاقوا المسلمين بيسجدوا فيتعجبوا، هم بيعملوا كده ليه؟ ايه ده يعني ايه اللي بيبحثوا عنه؟ الوضعيه دي ايه الوضعيه دي؟ لو انه اطلع على هذا الجانب علاقه الانسان مع الاكوان ساخر ساجدا، مش هيلاقي فعل يعبر بيه عن حبه لله ومودته لله وشكره لله الا انه يسجد. ولذلك الولاد اللي بيلحدوا دول ما تأملوش، فكل حتة من دي بتؤدي له. يبقى إذا النية فالذكر فالفكر فالتخلي فالتخلي من كل قبيح فالتحلي بكل صحيح. الله، ومن تخلى فتحلى عليه ربنا يتجلى. ده إيه أجمل من ده؟ ونشوف ناس زي فضيلة العالم الجليل الدكتور علي جمعة، نلاقي سبحان الله ولا نزكيه على الله، يعني نلاقي حد مطمئن، نلاقي يقول لك النور في وجهه، نلاقي ده مع ناس كتير احنا بنقابلهم يا سيدنا، حضرتك بتبقى حتى مطمن بتشتاق انك تتكلم معاهم، ومجرد ان انا اتكلم احس بالطمأنينة وبالراحة، فسبحان الله. فاشكر حضرتك الحقيقة على ده، وليه لسه سؤال يعني اللي هيسعى، وان شاء الله كنا نسعى من اللحظة دي ان احنا نشتغل على الهومور كده، الخمس حاجات، النية كلها لله والذكر والفكر في خلق الله والتخلي عما هو قبيح والتحلي بما هو جميل. ولكن ممكن يا مولانا يجي الواحد بقى الغلبان زي حالاتنا يسقط كده في النص، يعمل حاجة ما تخلاش صح وفي حتة كده جواه ما عرفش يتحلى بالحتة دي، أثر في الذكر أثر في الفكر، النية ما كانتش حاضرة قوي لله، هو كان عايز باصص على الحتة المعينة بالقرشين بالنية ان هو يظهر في كذا، لما يقع قال لي وفصلها لنا، قال لي خلي بال وخلق الانسان ضعيفا. ها يا مش فتوه كده وقوي ويقدر ويعمل، لا ده خلق ايه؟ ضعيف. قال لي سيدنا قال لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز العرش. لا حول. سيدنا قال جدد ايمانك. جدد ايمانك يعني ايه؟ يعني اقلب الصفحه ويبدا من جديد. يبدا من جديد، يبدا ايه الصفحه ويبدا من جديد. تعثرت يوم يومين ثلاثه اقلب بسرعه ويبدا من جديد مهما كان. كل ابن ادم خطاء. خطاء دي مش خاطئ، خاطئ ده اسم فاعل صحيح، خطاء فعال صيغه مبالغه. يبقى كتير. وخير الخطائين التوابون. التواب اسم يعني يغلط ويتوب، يغلط ويتوب ويكمل، يغلط ويتوب. صيغه ما هو ما قالش التائب، ده التواب. بس دي ما فيهاش استهانه كده بالذات، اللي هي لما ساعات الواحد خلاص يعني بيغلط ويتضايق ويتوب ويرجع تاني الشيطان يغلبه. ألهمنا سيدنا عليه الصلاه والسلام، فنسي ادم فنسي ذريته. سبحان الله. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما أول ناس اللي هو سيدنا آدم إلا أول الناس. نعم. فيبقى إذن أعطانا الفرص دي كلها. وقال لي توب. قلت له تواب ولا تائب؟ قال لي لا تواب. توب يا أخويا كل مرة. وقال لي جدد إيمانك. أيوه.
فقالوا له يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ فقال شوف البساطة وشوف الحلاوة وشوف احنا عندنا في الانجليزي يقول لك نو هاو، النو هاو يعني المعرفة. وبعدين يقول لك دو هاو، ازاي تعملها. ها فسيدنا يقول لك دي ويقول لك دي، جدد ايمانك. طب ماشي، دي مفهوم التجديد، مفهوم ان انا ابدا من جديد، الصفحه جديده. ازاي؟ قال قول لا اله الا الله. لا اله الا الله، يا سلام بالبساطه دي. طب جربها. لا اله الا الله بدايه طيبه وذكر طيب بتبدا بيه هذا. صحيح. يعني ابدا، ما تخافش. ده الحكايه سهله جدا. صحيح. قال تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. يبقى اذا الحكايه سهله جدا. نعم. لكنها طبعا محتاجه الى ان ربنا يشرح صدورنا يا رب، ويصل هذا الكلام وقد خرج من قلوبنا الى قلوب العباد حتى يصلوا الى الله. يا رب يا رب. بارك الله فيكم يا سيدنا، بارك الله فيكم. اهلا وسهلا، جزاكم الله من علمه الواسع. يعني شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور العالم الجليل الدكتور علي جمعه، ونشتاق لحد السبت القادم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لفضيلتك، وشكر موصول لحضراتكم، وتصبحوا في معية الله وفي انس الله، والخمس خطوات دول نفتكرهم طبعا كلنا كده مع بعض لحد الاسبوع الجاي كده، ونجرب ونعيش على الخمس خطوات. نشوفكم على خير ان شاء الله. الى اللقاء.